نتكلم النهارده على داتا ستراكشر مهم، اللي هو كانه زي الستاك، او هو والستاك بيفيدونا في ان احنا نعمل ايه السيستمز بتاعتنا. الستاك كانها اكتر ناحيه البرمجه، ناحيه الالجوريزمز مثلا بتاعت حاجه بنغيرها، بنعدل الاسلوب بتاعها، فيها حاجه فيها ريكيرشن زي ما شفنا مثلا اكس ام ال فايل بيعمل له بروسينج او في الميد تيرم، او مثلا بنتعامل مع الكمبيوتر فانكشن بتند على فانكشن لايرز. انما غالبا الكيو بينفع اكتر في الايه، في الريل تايم سيميليشن، عايز ابعت فايلز للسيرفر والفايلز دي تتبعت واحد ورا التاني لما يحصل لهم بروسينج فيستنوا في ايه، في كيو. عايز مثلا ان انا اعمل مثلا انكريبشن، مثلا عدد كبير من الفايل والانكريبشن بياخد وقت فلازم يوقفوا لحد ما يحصل لهم الانكريبشن. يعني غالبا حاجه بتماثل الاكشوال سيستم، يقفوا الناس طابور ويستنوا كل واحد الدور بتاعهم. فغالبا هو ده اللي احنا هنتكلم عليه. فهيبقى في عندنا داتا ستراكشر. الداتا ستراكشر دوت يعني هو اللي بيسميه الكيو، وغالبا هنعمله امبلمنتيشن بكذا طريقه. انا هيهمني في نص المحاضره ازاي اعمله امبلمنتيشن، والنص التاني ازاي استخدمه. فيعني خلينا نتكلم على استخدامه الاول عشان نعرف الاهميه بتاعته، وبعدين نتكلم ازاي ممكن نعمله ديفلوبمنت. فطبعا الكيو عباره عن مجموعه من الناس واقفين، ليه حاجه اسمها فرونت اللي هو المكان ما بيحصل السيرفيس او اول واحد جه، وليه حاجه اسمها رير او الايه الخلف بتاعه اللي هو مكان ما بيخش الايه الناس الجداد. فبالمنظر ده لو انا بعمل انسرت الايتم الجديد اللي هو هنا، ده الايتم الجديد طبعا، ده هنا ايه هو اللي هيخش في ايه، في اخر الطابور او في الرير بتاع الطابور. فالطابور ليه مكانين للتعامل معاه، مش زي الستاك. الستاك كان ليها مكان واحد بس. طيب لو انا عايز واحد اعمل له سيرفيس وخلاص يطلع بره الطابور، غالبا ده بيبقى الايه الفرونت. فغالبا ده هيطلع بره ويبقى ايه، خلاص كده طلع بره الطابور. مثلا الطابور كان فيه خمسه دلوقتي، فلو واحد دخل جديد هيبقوا سته، لو دوت طلع هيبقوا ايه، هيبقوا مثلا هم اربعه وهم خمسه هيبقوا اربعه. فغالبا ده اللي ايه، ده اللي هيحصل معانا. فده اللي هنتكلم عليه النهارده بالتفصيل يعني ان شاء الله. طبعا الطابور بيسموه فيفو، فيرست انبوت فيرست اوت، اوكي، عكس الستاك اللي بيسموها ليفو، لاست انبوت فيرست اوتبوت. فغالبا ده اللي ايه المعنى بتاعه، الناس بتحصل لها خدمه حسب البريورتي بتاع دخولهم او حسب اولويه دخول. طبعا بيبقى في انواع تانية من الطوابير، ممكن الناس تبقى ليها ترتيب مختلف، وممكن وهي جوه يحصل لها ترتيب مختلف. طبعا بيبقى في زي ايه بعض السيستمز اللي هي ممكن تكون مبنيه على كذا طابور. فممكن مثلا يبقى في طابور واحد للناس مثلا اللي هم الفيري اي بي، مثلا في طابور تاني مثلا للايه للناس النورمال، في مثلا طابور زي مثلا للرجاله، طابور للستات. فغالبا هيبقى في عندنا كذا طابور، وممكن يبقى في الجوريزم بقى معين يقول لك مثلا ان انت حسب ايه تخش هنا او تخش هنا او تخش هنا. بس غالبا جوه كل واحد هيبقى في عندنا عدل، او في حاجه حسب الايه، حسب التايم بتاع هو جه امتى. هنا بقى في الحته بتاعت السيرفيس ممكن يبقى في عندنا الجوريزم يقول لك لو الفي اي بي مليان، او في حتى ان شاء الله واحد، خد دوت وبعدين ابدا بص على الطوابير العاديه. او ممكن مثلا اخد واحد في اي بي مع اثنين، او وبعدها يبقى في اثنين، سوري، اثنين في اي بي وواحد مثلا من الايه من نورمال لحد مثلا ما الفي اي بي ما يفضى. فحاجه زي كده ممكن يبقى هو الايه، ازاي بتسحب من الطوابير او ازاي بتسحب من كذا طابور مع بعض. طبعا دي من الحاجات اللي هي يعني الظريفه اللي بتحصل كتير قوي قدامنا في الحياه، في البنك لما نيجي نخش او في اي خدمه بنعملها، في قدامنا مثلا تيكت اول ما بنخش انت عايز تعمل ايه، فابقى عارف مثلا قدامي كام واحد، وابقى ممكن كمان بعض السيستمز توقع ان انت مثلا ممكن الدور بتاعك يجي امتى. فغالبا دي من الحاجات اللي هي كويسه يعني. طبعا خلاص فهمنا المسمى بتاع الطابور، غالبا بيسموه
الهيد والتيل، ده اسم اكثر شيوعا من الفرانت والرير. الهيد اللي هو الراجل لابس ازرق ده هو الهيد، هو دلوقتي مثلا ده بيشتري التيكت مثلا من المكان ده، فهو اللي عليه الدور هيشتري التيكت ويقوم ايه ويطلع بره الطابور. طبعا بعد ما يطلع بره الطابور الناس هنا كل واحد هيجي مكانه، اللابس بني ده هيجي مكانه، واللابس اخضر هيجي مكان اللابس بني، وهكذا. فكل واحد هيقدم خطوة، طبعا يقدم خطوة دي حاجة كويسة في الحياة لان كل واحد هيبذل مجهود صغير في نفس الوقت. انما في الكمبيوتر بقى ما ينفعش الكلام ده، لان لو الكلام ده بعمله كل مرة هتبقى الدنيا صعبة، هتبقى الدنيا كأنها ايه محتاجة بيج او كبيرة او او كبيرة، ان احنا هنحتاج كل شوية يعملوا شيفت. وطبعا الطابور لو مليان الشيفت ده هيبقى كبير هياخد وقت، الطابور لو قليل الشيفت دوت هي ايه مش هياخد وقت، فالاكسس بتاع الطابور هيختلف من وقت لآخر. احنا احسن حاجة عندنا ان الخدمة بتاعتنا تبقى على قد ما اقدر تبقى O1، والدخول الجديد في الايه في الكيو بتاعي يبقى برضو O1، يعني اخلي كل الاكشنز بتاعتي او كل الاوبريشنز بتاعتنا تبقى O1 علشان اقلل الوقت على قد ايه على قد ما. فطبعا دي من الحاجات اللي هي مهمة ان احنا نبقى ايه نبقى عارفينها يعني. تمام كده، ارجو ان الدنيا تبقى واضحة. هبدأ بقى ان انا ايه افكر في الكلام دوت استفاد بيه ازاي، او حتى كمان اعمله implementation ازاي. اول حاجة انا محتاج شوية function اللي هم مفيش مفر من function بتاعت تعمل service وفانكشن تانية بتعمل ايه انبوت في السيستم بتاعي. فانكشن بتطلع حد من الطابور بس ابقى عارف هو مين عشان اخد القيم بتاعته اتعامل معاها، فانكشن بتدخل واحد تاني في الطابور عشان اقدر برضو ايه ازود الانبوت بتاعي. طيب غالبا هنسميهم ان كيو دي كيو او ان كيو دي كيو. طبعا ان كيو غالبا بتبقى اللي هي الانبوت، بدخل واحد يقف في الطابور يقف في الاخر يقف في التيل بتاع الطابور، ودي كيو بسحب واحد من الهيد بتاع الايه بتاع الطابور. طبعا الدي كيو غالبا ممكن اخليها بتريترن تايب معين اللي هو الاليمنت في الطابور، اي اليمنت جوه بيريترن، فابقى عارف ايه الاليمنت اللي انا خدته ايه خدته دلوقتي. طبعا في بعض الفانكشنز التانيه ممكن تبقى مجرد بس ان انت تعرف اخر واحد في الطابور هو مين، او هو قيمته بكام من غير ما ايه ما تطلعه بره، جيت هيد جيت تيل، فجيت مجرد بس انها بتريترن من غير ما ايه ما تشينج اي حاجه. طيب از امتي، ممكن اعرف الطابور بتاعي فاضي او مش فاضي، فدي كانها فانكشن مهمه اعرف منها ان انا مثلا ما فيش حد واقف دلوقتي في الطابور ولا لسه في حد واقف. سايز، تقول لي في كام اليمنت موجود عندي في الايه في الطابور بتاعي. طبعا دول غالبا فانكشنز مهمه. طبعا دي انتجر ودي بوليان، جيت وجيت ودي كيو، هما الثلاثه لازم يبقى النوع بتاعهم حسب نوع الاليمنت اللي في الايه اللي في الكيو. اول واحده طبعا ان كيو معناها انها فويد، فويد لان انا مش محتاج اتكلم على ايه على ان يكون ليها تايب معين، انها بتعمل اوبريشن معينه وخلاص. طيب الايتم ده لازم يكون نوعه زي نوع الاليمنت بتاعت الايه بتاعت الكيو. كويس، طبعا هنا يعني الاكزامبلز بتاعت الكيو موجوده كتير يعني، وخلاص احنا عندنا يعني فاهمين مثلا كذا عربيه رايحين مثلا بيعدوا مثلا من جيت معينه بتاعت مرور، او مثلا كارته مثلا بتاعت من مدينه لمدينه تانيه، او وات ايفر مثلا حاجه زي محطه بنزين مثلا وكذا عربيه واقفه ومحتاجين ان احنا نمون بنزين منها، فغالبا ده بيبقى ايه بيبقى اسمه كيو. طبعا ممكن جوه الكمبيوتر اللي هو عايز ينفذ كذا برنامج ممكن ينفذهم عن طريق كيو، يبقوا واقفين مترتبين ورا بعض باولويه مثلا تنفيذهم، او الصوت قطع ولا عندنا؟ قطع. الصوت تمام؟ اوكي تمام. لسه سامعيننا؟ تمام.
طيب كنا بنتكلم على ان في ممكن تبقى في كيوز، يعني غالبا مثلا زي ايه، الناس هتاخد شغل كتير وانا كسيرفز باخد وقت، يعني حتة صغيرة من كل واحد انفذ له جزء وارجع تاني ايه اقول له هات اللي بعده هات اللي بعده، فغالبا هيبقى في زي ايه مثلا ستيبس، او ممكن ان انا بعد ما باخد السيرفيس بتاعتي برجع تاني اقف في اخر الايه في اخر الطابور. غالبا الكلام دوت ينفع، وبينفع كتير قوي في الكمبيوتر وفي البرمجه، وبيسموه راوند روبن، بحيث ان احنا ايه ممكن تكونوا عندكم فكره عنه في الاوبريتنج سيستم او هتاخدوا فكره، فاحنا غالبا يعني ده من الانواع اللي هو كل واحد ياخد مثلا جزء من السيرفيس بتاعته ويقف تاني في اخر الايه في اخر الطابور، ياخد جزء من السيرفيس بتاعته ويقف تاني في اخر الطابور. فغالبا دي من الحاجات اللي هي ممكن تحصل كتير، وممكن يبقى فيها سيميليشن طبعا لو انت بتسيميليت مثلا سيستم فيه كمبيوتيشن او سيستم فيه برمجه. انا ممكن احتاج ان انا اعرف الكمبيوتر بتاعي هياخد وقت قد ايه انه ينفذ البرنامج ده، فغالبا ان انا اموديل البرنامج وهو بيعمل سيرفيس لحاجه معينه، اموديل جزء من النتورك وهي بتعمل سيرفيس لحاجه معينه ككيو، دي غالبا يعني ايه حاجه منتشره جدا وحاجه ما فيهاش ايه ما فيهاش يعني مشاكل، او يعني جرى العرف عليها ان احنا نستخدم الكيو موديل علشان اقدر ان انا اموديل بيه حاجات كتيره في الايه في السيميليشن. طيب هبص معاكم بقى على الكلاس اللي انا هبقى محتاجها. غالبا كلاس ممكن تبقى كلاس وتبقى تمبلت كلاس، يعني على اساس انها تنفع لاي داتا تايب، او هنا هقول بقى الاليمنت المعين اللي هو هيبقى محتوى جوه الايه جوه الكيو ده. الكيو ممكن يبقى اري، ممكن يبقى دايناميك اري، ممكن يبقى لينكد ليست. غالبا دي الحاجات الاساسيه اللي احنا بنتعامل معاها، اري عاديه او اري دايناميك او لينكد ليست طبعا بانواعها المختلفه، ممكن تكون دبل لينكد ليست او سنجل لينكد ليست، او لينكد ليست فيها بوينتر في الاول وبوينتر في الاخر زي ما اتفقنا علشان نخلي الاد ات فرونت او الاد ات اند يبقى سهل وتبقى الدنيا ماشيه بطريقه ايه مظبوطه. طيب الميثودز ايه او الفانكشنز ايه؟ زي ما اتفقنا معاكم هيبقى في غالبا سته فانكشن مشهورين او سته ميثودز مشهورين، از امتي ودي بوليان معناها ترو اور فولس، انتجر اللي هو سوري سايز اللي هو يبقى انتجر او جيت سايز، بيك يعني اعرف بس من غير ما ايه ما تسحب الاليمنت، بيك تيل بيك هيد دي كيو، طبعا دي كيو بيسحب الاليمنت الايه الاولاني اللي هو عليه الدور يرجعه في فاليوز يعني او في فاريبلز، وبعدين ايه يبدا بقى ان هو ايه كيو بقى ناقص واحد. تمام، ان كيو بياد نيو اليمنت جوه الايه جوه الكيو بتاعي. لازم طبعا اخد بالي من الداتا تايب ان هم هنا يكونوا كلهم زي بعض بالظبط. طيب خلينا بقى نبص مع بعض، لو انا يعني ايه استرخت النظر ودخلت شويه مثلا في بنك وشفتهم بيستخدموا السيستم ازاي، فمثلا هيبقى في عندي كاستمرز، الكاستمرز دول بيجوا، والكاستمرز دول كل واحد لما بيجي بيقول هو عايز يعمل ايه، حسب مثلا انا عايز اعمل ديبوز ترانسفير، فاقدر ان انا حتى وانا واقف في الاول خالص وانا داخل من الباب اللي هو طبعا ده باب البنك مثلا لو احنا شايفين كويس، وغالبا بقى في ايه مكنه صغيره يدوس عليها عشان يجي التيكت نمبر، فغالبا هنا بيتسجل هو جوه الايه جوه التيكت نمبر دي، لما هو بيقول مثلا انا عايز ترانسفير او عايز مثلا اعمل ايه سحب او عايز اعمل ايداع، فبالمنظر دوت بيتسجل عندي في الكيو. يبقى انا غالبا يعني roughly speaking هيبقى في عندي في بدايه البرنامج هيبقى في كيو، وهيبقى الحته دي مش وراها بالظبط يعني، بس ايه لما الكاستمر الجديد بيجي بيبدا ان هو اعرف هو عايز ايه بالظبط، اعرف الفاليوز بتاعته واعمل له ان كيو ادخله جوه الايه الكيو ويقف في اخر الكيو. طبعا ممكن هنا وهو بيقف في اخر الكيو اعرف الكيو سايز قد ايه واقول له انت قدامك كام واحد، انت متوقع تيجي مثلا ايه يجي دورك بعد قد ايه دقايق، مثلا لو هو هنا وقدامه اربعة وانا عارف مثلا ان انا دلوقتي بتعامل مع رقم اربعة او اللي هو اللي في الاول خالص،
يبقى اقول له مثلا ان انا on average مثلا 10 minutes فاضربها في 4 يبقى قدامك مثلا 40 دقيقة، حاجة بالشكل ده. او مثلا يبقى في عندي نوع من انواع اللي هو يقول لك انت قدامك كام واحد وخلاص، عشان تبقى طبعا الايه ممكن الناس تاخد variable time شوية وهي بتنفذ، فاقدر ان انا اقول له انت قدامك 4 بس وايه وخلاص دلوقتي. طبعا بعد فترة بإيه هيبقى في حبة من اللي قدامه هيبقوا مشوا، بس التيكت غالبا بتطبع ساعة ما دخل يعني. طيب الست دي اللي بيسموها التيلر او اللي هي واقفه هنا بتعمل سيرفيس للناس، غالبا عندها ايه او البرنامج بتاعها شكله عامل ازاي؟ البرنامج بتاعها غالبا لما بتعمل سيرفيس لحد او تبدا تدوس على زرار يتاكد ان في ناس عايزين ياخدوا السيرفيس اللي هي بتعملها. طبعا ممكن يبقى في كيو واحد في حاجات كلها او يبقى في كذا كيو لكل نوع من انواع السيرفيس يعني. طب اول حاجه طبعا بيتاكد ان الكيو مش امتي، نوت كيو امتي، وبعدين بيبدا يسحب كاستمر من الايه من الكيو. هنا دي الفانكشن انها بتعمل دي كيو، تسحب الفانكشن وتحطها في الفاريبل بتاعي اسمه سي كاستمر، كان الكيو دوت كيو اوف كاستمرز يعني. وبعدين ابدا بقى اشوف الايه السيرفيس بتحصل ازاي بالظبط. يبقى انا كده غالبا خلصت الايه، خلصت واحد من الكاستمر. بعد ما بخلصه يخلص مثلا الكود ده، فدي هوايل ممكن ان انا ارجع تاني اقول ايه كانها بقى لوب بتحصل في نفس الايه في نفس الوقت. طبعا دي كانها السيرفيس، ودي كانها اللي هي الايه الناس اللي بتخش للبنك من بره، فدول بيحصلوا مع بعض امبرل، ده وده بيتنفذوا في نفس الوقت. وممكن طبعا يبقى في حد بيخش وحد مثلا لسه بياخد السيرفيس، او السيرفيس مثلا ايه الوقت بتاعها خلص، فالكيو بقى امتي، فتبقى الست دي واقفه ايديال بس الكود اللي بيشتغل بس هو مستني ان في حد دخل ولا لا. فغالبا يعني ممكن نتعرض هنا لموضوع اللي هو البارل الكود وانا بعمل السيميليشن، لان انا هحتاج ان هم يحصلوا في نفس الوقت مع ايه مع بعض. فدي من الحاجات اللي هي الكويسه اللي احنا نبقى عارفينها يعني. طيب هعمل امبلمنتيشن ازاي؟ باستخدام اري، باستخدام دايناميك اري، او باستخدام حاجه اللي هي بيسموها اللينكد ليست اللي احنا عارفينها يعني. طيب لو انا هتكلم على الاري هيبقى فيه بس حته ممكن تكون شكلها غريب شويه ما حصلتش قبل كده في اي حاجه، ان ايه لو انا ارجع تاني معاكم للمشكله بتاعت لما التيكت بتتسحب كل واحد هيقدم خطوه. طيب انا مش عايزهم يقدموا خطوه، فايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل طبعا ان انا محتاج انقل المكتب ليهم، انقل الراجل ده يجي يطلع بره المكتب ويجي يتعامل معاهم فيس تو فيس، هو اللي يعدي كده يعني. ليه بيعدي كده؟ علشان ما يخليهمش يتحركوا، عشان ده بياخد وقت اكتر. طبعا هتبقى هي دي الفكره، انا هقول ده واقف في رقم كام؟ صفر. ده واقف في رقم كام؟ رقم واحد. ده واقف في رقم كام؟ رقم اتنين. ده واقف في رقم تلاته، وهكذا في المكان اللي هو فيه رقم كام يعني. وبعدين هقول الدور على صفر، ياخد صفر السيرفيس بتاعته، وبعدين الدور هيبقى على واحد، وبعدين يبقى الدور على اتنين. فكل شويه كان انا من غير ما بحركهم بعرف بس مين اللي هيبقى عليه الدور. طبعا لو هي داتا بقى انا هروح في المكان ده في الاري اندكس 0 اندكس 1 اندكس 2 وابدا ان انا اتعامل مع الاليمنت بتاعي بسهوله من غير ما اخلي الاليمنت تعمل شيفت، انا مش محتاج الشيفت ده. طيب ايه اللي هيحصل لو انا واقف هنا كده والناس مثلا واقفه قدامي 2 3 4 قدام البنك؟ خلاص تمام، ما بيتحركوش، انا بس ببقى عارف رقم كام اللي واقف. بعد شويه هلاقيهم بايه بيسحبوا لورا او الكيو بيزيد وما بيمشوش، ما بيطلعوش لقدام، فهنا هيبقى في فراغ او هيبقى في جاب، والناس هتبدا تتملى ورا لحد مثلا ما تطلع بره البنك او لحد ما تخبط في الكراسي اللي موجوده في البنك. فبالتالي انا هبقى محتاج طريقه معينه يفضلوا واقفين في نفس السبيس من غير ما يطلعوا بره السبيس ده. طبعا الحته دي اللي هي بيسموها السيركلر، كانهم واقفين في دايره، كانهم بالظبط واقفين في دايره. ايه الفايده في الدايره؟ ان السبيس محدود، مش هيطلعوا بره الايه الفراغ ده،
وطبعا صفر بعديه واحد بعديه اتنين بعديه تلاتة بعديه أربعة، وفي الآخر مثلا ألاقي حاجة مثلا زي رقم 19 و19 بعديه صفر، فتبقى كأنها دايرة عمالة تلف كده زي الساعة من إيه؟ من واحد لحد 12، وبعدين ترجع تاني 12 تبقى واحد وهكذا، فعمالة تلف على طول. طبعا تلف إزاي؟ في الكمبيوتر أو في البرمجة بتلف عن طريق حاجة اللي هي اسمها باقي القسمة، الفانكشن بتاعت السي دي اللي هي معناها باقي القسمة، هي دي اللي بتخلي الرقم بتاعنا يلف. يعني إيه؟ يعني مثلا باقي قسمة الأرقام دي صفر واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة على خمسة مثلا، باقي قسمة صفر على خمسة بكام؟ بصفر، بواحد، باتنين، بتلاتة، طبعا أربعة على خمسة بأربعة، يعني اللي يفضل أربعة، الريميندر أربعة، بتكلم عن الريميندر بس. باقي قسمة خمسة على خمسة بكام؟ بصفر. باقي قسمة ستة على خمسة بكام؟ خمسة، لما أقسم ستة على خمسة هيبقى فيها خمسة ويفضل واحد على جنب، فاللي هيفضل واحد، اللي هيفضل اتنين، فهلاقي إن الفانكشن بتاعتي بت إيه؟ بتتعاد تاني، أو فيها كأنها بريودك أو كأنها بتربيت. أنا هستفاد إيه؟ هستفاد إن أنا أقول إن واحد بعديه اتنين، واتنين بعديها تلاتة، وتلاتة بعديها أربعة، وأربعة بعديها صفر، فكأنهم واقفين جوه دايرة. فالطابور بتاعي كأنه إيه؟ كأنه دايرة، فبالتالي مش هيسحبوا أو مش هيروحوا في مكان زيادة، أنا بس أوفر لهم مكان يعرفوا يقفوا فيه كأنهم دايرة، أو زي ما بيقولوا أعمل لهم تيكتس، التيكتس دي مثلا من صفر لخمسين، ولما أخلص مثلا الإيه؟ رقم خمسين اللي بعديه ياخد التيكت بتاع رقم صفر، ويكون رقم صفر يكون ربنا سهل ويكون خلص في هذا الوقت. لو ما خلصت في هذا الوقت يبقى انا هقول مش هعرف ادي تيكت لحد، لان انا عندي 50 مكان بس. فطبعا دي اللي هي بيسموها السيركولر، ودي هنشوفها طبعا ازاي بن ايه بتحصل او ازاي بنتعامل معاها. طبعا مثلا ده مثال اهو، عندي الري فيها 6 اماكن، مثلا ماكسيم عندي 6 اماكن، هنا ده المكتب بتاع الايه الكاشير مثلا، او المكتب بتاع السيرفيس بتاعتي، وده اللي واقف في الاول، فايه بياخد السيرفز وبعدين مثلا هيمشي فيطلع من مكانه، فانا مش عايز شيفت يحصل، فكل هيحصل بس ان انا هقول الدور على الايه على رقم واحد بعد كده اللي هو بي، بعد كده هقول الدور على رقم اتنين اللي هو سي وهكذا. طيب ايه اللي هيحصل لو انا مثلا بدات ادخل اليمنت واسحب اليمنت، ادخل اليمنت واسحب اليمنت؟ هلاقي ان الاليمنت عماله تشيفت، يعني بدل ما كانوا اي بي سي هيبقوا اي بي سي دي بعد ما دي ما يجي. طيب سحبت ايه او ايه عمل السيرفس؟ هيبقى في فراغ وبعدين بي سي دي، وبعد كده ممكن يبقى في مثلا اي تيجي اف، ممكن يبقى في اماكن فاضيه هنا بس اف مش عارف يوقف ايه، او جي مش عارف يوقف لان هو ملوش مكان. فبالتالي انا بخلي خمسه تزيد وتقوم راجع بعديها صفر، فكده كاني بعمل حته السيركوليشن دي انها تبقى ايه بتريبيت، او ان يبقى في سايكل ايه سايكل عندي، بحيث ان انا استفاد بالاماكن الفاضيه كلها، مع مش هحتاج اعمل شيفت كل واحد يقف في المكان اللي قبليه او يقف في المكان اللي بعديه. فطبعا لان ده هو التايم كونسيوم، وطبعا دي الفايده بتاعه الايه السيركوليشن دي، او بتاعه الايه السايكل دي. طيب عايزين بقى نجرب نعمل الكلام ده ازاي، لو انا هعمله بدايناميك اري. دايناميك اري مقصود بيها اري عاديه. قول معلش بس انا مش فاهم الحته الاخيره دي. انت حضرتك دلوقتي قلت ان انا عندي كيو، انا دلوقتي مش هضطر ان انا اعمل شيفت عشان هياخد وقت كبير، اللي هو لما كنت بيعمل شيفت. فانت دلوقتي حضرتك قلت هنعمل سيركل تقريبا للري، يبقى قلت مثلا هنجيب بوينتر مثلا يشاور على ده ياكسس ان ده الاليمنت اللي هيحصل له كذا، تمام كده؟ طب ما انا دلوقتي لو انا عندي الستاتيك اري هيبقى السايز بتاع ليميت، صح؟ اه. فانا دلوقتي لما انا جاي اكسس مثلا ولما يكن اندكس رقم 0، فكده ده مكانه بقى فاضي خلاص بعد ما اخلص الاوبريشن بتاعته. طب ما انا افرض بقى انا عايز ازود من ورا والليمت بتاعي محدود، طب ما انا كده انا مش بستفاد بكل الميموري اللي عندي. طيب بص، انا عندي مشكله. اول حاجه لو هي الري وما فيهاش سيركل، يعني مثلا ايه نو سيركلز،
تمام او array وفيها circles circular solution يعني، او ممكن تبقى حاجه اقوى من كده مثلا، مثلا ايه dynamic مثلا array، او ممكن يبقى في حل اقوى كمان مثلا زي linked list. يبقى انا دي كذا حل. اول حل انا بقول ان في مشكله ان انا لو ما عنديش سيركلر، ليه؟ انا عندي 50 مكان تمام بس مش عارف استفاد منهم، لان الايه الاماكن الاولانيه دي خلاص كان فيها حد ومشى، فانا مش عارف اجيلها تاني لان كان البوينتر زاد ومش هيعرف يقل، فمحتاج ان البوينتر يعرف يلف يجي على المكان الفاضي تاني. فعشان كده انا محتاج السيركلر. السيركل هيبقى افضل ليه؟ لان هو انت بتعرف تستفاد بمثلا عندك 50 مكان هتستفاد بيهم كلهم، مش هيبقى فيه اي ثغره او في اي سبيس فاضي مش مستغل. مشكلته ايه؟ او المشكله عامه ايه؟ لانها اري برضه، لما الاماكن كلها تبقى مليانه، لما التيكتس كلها تبقى متاخده، محدش تاني هيعرف يجي. فدي مشكله، لان انت عندك الاري هي ستاتيك حته ثابته، فدي مشكلة مش هتعرف تحلها. انت حليت حتة منها بالسيركلر بس، لما السبيس يبقى مليان على الاخر بيحصل مثلا زي ايه يعني فول، مش هتعرف ان انت ايه تعمل حاجة فيها. ساعتها ممكن تعمل ايه؟ ممكن تعمل حاجة زي اللي احنا هنعمله دلوقتي اسمها دايناميك اري. دايناميك اري واقول الكباستي بتاعتها قد ايه، ولما الاقي ان انا عايزة انسرت اليمنت والكباستي بتاعته اتملت على الاخر، هبدأ ان انا اعمل ايه؟ هبدأ ان انا في مكان جديد، كاننا مثلا الايه الكلاس دوت او الروم دي ضاقت علينا لان احنا عددنا زياده، فانا محتاج انقل الناس اوديهم في روم كبيره. اول حاجه اعمل روم كبيره، وبعدين اعمل كوبي للناس واحد واحد اوديهم من هنا لهنا. الكلام ده يحصل امتى؟ لما الاقي ان الروم بتاعتي صغيره، عايز اعمل ان كيو والاري والكيو فول والكيو مليان، فبالتالي هبدا ان انا اعمل هذا الايه هذا الموضوع. انقلهم فروم كبيره قد ايه؟ لو نقلتهم فروم كبيره مثلا واحد زياده واحد مثلا عن القديمه، غالبا هتتعاد المشكله دي تاني، او المشكله ايه يعني مش هتهرب منها. طيب ممكن انقلهم فروم مثلا ايه مرتين قد الروم اللي انا كنت فيها، فكده هتبقى الدنيا اسهل، ان انت غالبا مش هتحصل مشكله الا بعد فتره طويله تاني انها تبقى كلها فل. طيب ده كده كأن احنا تغلبنا على مشكلة الايه السبيس ان هو اتملى. بس ايه التمن اللي دفعناه؟ دفعنا تمن نقل ساعة الحتة دي بالذات، يعني مثلا الماكسيمم بتاعي 50، فالكيو كان فيه 50 مكان، جيت انسرت فيه المكان الواحد وخمسين، حصل له انسرشن، بس انا كيوزر الكيو او كمستخدم الكيو لقيت ان خد وقت كبير قوي. الوقت دوت اللي هو اكشوالي وقت النقل 50 ايه 50 element، فغالبا ممكن ما يكونش الحل دوت حل بيرفكت قوي، خصوصا لو احنا بعمل برنامج ومحتاج البرنامج دوت يبقى التايم بتاعه ثابت، او مثلا حاجه مثلا يعني ايه embedded system، مثلا بعمل بروجرام مثلا اسانسير، وعايز مثلا ما تفرقش ان ايه رقم واحد هو اللي يدوس ولا رقم اتنين اسانسير، ولا الاسانسير فيه 5 ريكويست او فيه 10 ريكويست، فعايز التايم هو بتاع الجزء ده ما يفرقوش عن بعض. فغالبا يعني حاجه زي كده ممكن نفكر بقى في موضوع اللي هو اللينكد ليست ده، يبقى حل ايه حل اقوى. فانا دلوقتي بس هبص معاكم على دايناميك اري. عايز اعمل حل في دايناميك اري. اول حاجه اللي انا هبقى محتاجه ابقى عارف حجمها قد ايه، عشان ابقى عارف يعني انا استهلكت الحجم كله ولا ما استهلكتوش، او اعرف اقول فول ولا مش فول. قبل كده كنا بنتكلم على از امتي، بس دلوقتي ممكن اعرف اقول از فول، اوكي، لان انا ايه هبقى عارف الماكسيمم بكام. طيب تعالوا بقى نبص مع بعض. هنا طبعا عندي ده الكونستراكتور. الكونستراكتور انت بتديله بارامتر اللي هو ايه، انت محتاج تبدا الكيو بكام مكان، محتاج تبدا الكيو بكام مكان. طيب وفي بقى الفانكشنز السته العاديه اللي احنا عارفينهم قبل كده، فدي ما فيهاش ايه ما فيهاش مشاكل. الداتا بتاعتنا انا هحط داتا زياده
طبعا انا هستخدم دايناميك اري، فمحتاج سبيس احط فيه الايه الكلام ده، فهنا طبعا بوينتر اللي هو اسمه بي. فطبعا هنا داتا تايب يعني بوينتر من نوع بيشاور على داتا تايب اللي هي مثلا كاستمرز، اللي هي وات ايفر بقى حسب ما انا الكيو بتاع الكيو في ايه. طيب لينس اللي هو كانه انا عندي كام element في الاري فعليا، initially يبقى بصفر length، وعندي two pointers او two indicators كأن في ايه الناس واقفين في الطابور، واقف مثلا واحد اللي هو رقم ايه، واقف وراه واحد اسمه رقم بي او هو بي وبعدين سي، وبعدين في واحد هنا بيشاور وواحد هنا بيشاور بيقول لي ان ده اخر واحد ودوت اول واحد. بيشاور يعني ايه؟ يعني رقم انتجر، بيقول لي رقم صفر هو اول واحد، رقم اتنين هو ايه هو اخر واحد، بحيث ان انا اعرف اشغل الفانكشنز بتاعتي بطريقه صح. ليه انتجر؟ لان بتكلم على اندكس في الاري فلازم يبقوا انتجر. اللينس ليه انتجر؟ لان هو ما ينفعش غير ان هو يكون انتجر. طيب الكباستي عدد برضه لازم تكون انتجر، انما السبيس ذات نفسه السبيس اللي هو ده المساحه دي ممكن تكون او لازم تكون ايه array او dynamic array. اهي هنا dynamic array عشان فيها star، وهعمل لها طبعا ايه new اول ما بعمل الكونستراكتور بتاع الايه بتاع الكيو. طيب فهمنا كده الداتا بتاعتنا. نبدا بقى نبص على شويه حاجات مهمه، اولهم ان انا يعني مثلا ازاي اشغل الكونستراكتور بتاعي. طبعا ده يعني اعتقد ان نفس اللي انا كنت رسمه من شويه، هيبقى في عندي بوينتر اسمه هيد وبوينتر اسمه تيل، او اندكس اسمه هيد واندكس اسمه تيل، اللي هو بيقول لي فين اول واحد هياخد السيرفز، فين اول واحد هحط بعدين ناس اللي هو التيل. اوكي يعني مثلا سيتويشن دلوقتي في ثلاثه اليمنت دخلوا بالترتيب بتاعهم في صفر وفي واحد وفي اتنين، يبقى الهيد هيبقى بصفر والتيل هيبقى بايه باتنين. طيب تيجي انت تقول له اعمل سيرفيس لواحد، اعمل دي كيو، فطبعا هيسحب المكان رقم هيد ويخلي هيد بلس بلس، هيد بلس بلس يعني هيد هيجي يقف على ايه؟ على واحد. طيب لا انا عايز اعمل ان كيو، عايز اضيف اليمنت جديد، فاول حاجه هيقول لك زود تيل ويحط الاليمنت الجديد في المكان الجديد بتاع التيل، وتبقى انت كده ايه؟ مظبوط. يبقى احنا كده بن ايه؟ بنعمل الموضوع مظبوط. زود بقى هي عشان نحل مشكلة السبيس الفيكسد، يعني هخليها سيركلر، يعني هزود واحد واعمل مودولس مثلا الايه 50 هنا اللي هو الكباستي بتاعت الايه بتاعت العدد ده. فلو مثلا هنا كان في واحد واقف وانا عايز احط اليمنت جديد، تيل كان هنا مثلا وانا عايز احط اليمنت جديد، لا هروح هنا هتبقى 49 زائد واحد مودولس 50 بصفر، فيروح يوقف في المكان رقم ايه؟ رقم صفر. بعد كده هتلاقيه بيحط الاليمنت الجداد كانهم واقفين ايه؟ كانهم واقفين هنا. فطبعا دي من الحاجات اللي هي سهله ان احنا ايه؟ نعرفها. طبعا اعتقد ان انتوا مش عارف اذا كنتوا انتوا اعتقد ان انتوا ما لحقتوش ان كنتوا تمتحنوا مثلا في المعمل امتحان شفوي فيس تو فيس، فغالبا مثلا ممكن يكون ده الاكزامينر مثلا، وهنا في مثلا رقم واحد رقم اتنين رقم تلاتة رقم اربعة رقم خمسة، دول طلبة مثلا اللي هما قاعدين بيمتحنوا مثلا شافوا، وبعدين الراجل دوت اللي بيمتحن محتاج ان هو يعني الوقت بتاعه ان هو يخلص بسرعة، فمحتاجين ان احنا مثلا لما واحد يخلص في واحد تاني هيجي يقعد مكانه اللي هو واحد ممتحن جديد، وبعدين اتنين يخلص وبعدين ثلاثة يخلص أربعة يخلص، فالجداد بييجوا في الأماكن اللي هي الإيه؟ مرة في واحد مرة في اتنين مرة في ثلاثة، بعد ما المكان رقم خمسة يعني خلاص ممكن أجي أحط حاجة في مكان رقم واحد، فيبقى عندي الدنيا برضو بتلف حسب الأماكن اللي إيه؟ اللي موجودة قدامي. فالفكرة يعني إيه؟ مش غريبة، الفكرة إن أنت عندك كذا مكان وتقول لحد مثلا تعالى أقعد في أول مكان فاضي تشوفه. فهي دي كانها سيركوليشن برضو، بس ايه بس من غير ما نقول يعني او من غير ما بنبقى فاهمين ايه اللي بيحصل بالظبط كماثماتكس يعني. طيب يعني خلاص فهمنا كده شويه امثله طبعا
ان دي حاجه اسمها السيتويشن ده فولس اوفر فلو، يعني كانك حاسس ان انت اخر اليمنت دخلته هو في اخر مكان، بس لا في اماكن فاضيه في الاول، فايه فممكن ان هو يروح في الاماكن الفاضيه. ازاي اعرف الاماكن الفاضيه اوصل لها؟ حتى هي كمان اماكن كونتينوس يعني ورا بعضها، فانا هعمل 49 بلس 1 مودولس ايه؟ مودولس 50، فيوديني عند الصفر. طبعا يبقى المكان دوت ايه؟ المكان ده هيبقى فاضي، فبالتالي اقدر ايه؟ ابقى عارف ان المكان فاضي او مش فاضي. طبعا عشان ما حدش يشك هيبقى عندي هيد، وهيبقى عندي تيل، وهيبقى عندي لينس. فالمقياس الكبير طبعا ان انا اظبط اللينس مع كل اد ومع كل ريموف، ان هو يا يزيد يا ينقص واحد يعني. طيب لما لينس يساوي 50 تبقى المكان كله ايه؟ مليان، يبقى مفيش اي حل انك تعمل اي حاجه. طيب لما التيل سوري لما اللينس يكون مثلا ايه؟ اصغر من 50، يبقى في اماكن فاضيه، يبقى انا ممكن اعمل مودلس اي رقم وانا مطمن، او سوري يعني واحد اي رقم انا واقف عنده اعمل زائد واحد مودلس الكباستي وانا مطمن، لان عارف ان في اماكن فاضيه في الايه؟ في المكان ده. وعارف طبعا ان الهيد والتيل بيمشوا في اتجاه واحد، ماشيين مثلا ايه؟ كده. هم كلهم ماشيين في الاتجاه ده، فمش هيخبطوا في بعض، فالدنيا هتبقى ماشيه بطريقه مظبوطه. طيب خلاص، يعني فكره السيركلر هتبقى عامله ازاي؟ الخلاصه هيد بتساوي هيد لما اجي ازودها زائد واحد مودولس الكباستي، او تيل بتساوي تيل زائد واحد مودولس الايه؟ الكباستي. يبقى دي طبعا الحته اللي احنا عايزين نتكلم عليها، اللي هي ممكن تخلي الناس يبقى في مثلا عندي رقم صفر وبعدين واحد وبعدين اتنين وبعدين تلاتة وبعدين تسعة، هم 10، أقوم إيه قايل 9 زائد 1 مدرس 10 تبقى بإيه؟ ترجع لي تاني طبعا بإيه؟ بصفر. طبعا لازم تبقى عارف يعني إيه مودلس، اللي هو باقي القسمة. يعني إيه باقي القسمة؟ يعني لو في رقم كبير زي 37 بقول له باقي قسمته على 5، أنا بعمل إيه؟ كماثماتكس بشوف ال 37 تقبل قسمة على 5 ولا لا؟ تقبل قسمة على 5 35 ويفضل 2، اللي يفضل ده هو ده اللي بدور عليه، هو ده اللي اسمه الريميندر. فأنا كأني بدور على الإيه؟ على الباقي، أو اللي يفضل من الإيه؟ من عملية القسمة دي. طبعًا لازم يكون ده رقم انتجر ويكون ده رقم انتجر، فالكباست طبعًا هتبقى انتجر، والهيد والتيل هيبقوا أرقام انتجر لأنهم بيشاوروا على اندكس في الإيه؟ في الأري. طيب يعني كده الدنيا تمام. تعالوا بقى نبص للايه؟ للكود ممكن يعني يبقى عامل ازاي. طبعا الحته دي زي الحته اللي فاتت بالظبط، يبقى عامل ازاي بس الداتا تحت، الداتا فوق او الداتا تحت، طبعا ده الفرق. خلينا بقى نشوف الكود بتاع مثلا الايه بتاعهم كلهم. اول حاجه الكود بتاع الايه؟ الكونستراكتور. الكونستراكتور اهو، عرفت مين هو الكونستراكتور؟ ان هو نفس اسم الايه؟ الكلاس. طيب بياخد بارامتر اللي هو انت عايز تعمل كيو حجمه قد ايه، او ماكسيمم ممكن ياخد حجم قد ايه، انت متوقع مثلا هياخد فيه كام واحد، او متوقع السيرفيس هتبقى بطيئه قد ايه، بحيث ان الكيو ماكسيمم هيبقى قد ايه. طبعا خليني مثلا يعني اسالكم مثلا حاجه زي لو ان انا عندي السيرفيس بتاعتي، السيرفيس بتاعتنا مثلا بتخلص مثلا في وقت معين بيسموها مثلا ويت مثلا او دبليو مثلا، اوكي، والريت اللي هتيجي بيه الانبوت او الريت اللي هيجي بيه الحاجات اللي هتخش عندي في السيستم مثلا ريت معين، اوكي، لامدا مثلا. يبقى هنا عندي W هي الويت ولامدا هي الريت، فطبعا الويت بيتقاس بالايه؟ بالتايم، والريت بيتقاس بعدد على الايه؟ على التايم. فطبعا ممكن ان انا اضربهم في بعض، لما اضربهم في بعض هيجيب لي ايه؟ هيجيب لي عدد الناس اللي انت ممكن يبقى موجودين عندك. يعني خليني اقول لكم بس ان انا خليني اقول مثال، مثلا عندي محطه بنزين بيجي لها 10 عربيات في اليوم، 10 عربيات بير داي، تتقاس كده 10 اوفر داي. وهنا العربيه بتحتاج وقت قد ايه عشان مثلا يحصل لها عمليه كلين مثلا او يحصل لها تنظيف، ف
فمثلا ممكن اقول خلينا برضو نمشي بنفس الحاجات مثلا ربع يوم. ربع يوم. طيب انا عايز اعمل بقى ايه، انظم محطة البنزين عندي بحيث ان انا اقول ممكن تبقى في كام عربية مستنية في وقت معين. اوكي، فغالبا اضربهم في بعض. اول ما هضربهم في بعض هيجيب لك بالظبط انت محتاج يعني تخلي فيه سبيس قد ايه في محطة البنزين بتاعتك. فطبعا هنا هضرب 10 في 0.25 تطلع لي 2.5، يعني كأنك انت محتاج سبيس لثلاث عربيات في الايه، في المحطة بتاعتك. ده هيبقى كافي ان انت ايه تستحمل الريت ده طول اليوم. اوكي، بحيث ان انت عملية التنظيف بتاعتك بتاخد مثلا ايه ربع يوم مثلا. طبعا ربع يوم اللي هو كأنه 6 ساعات يعني. طبعا دي حاجة رقم مهول يعني. طبعا غالبا الرقم ده بيبقى اصغر بكتير، بيبقى بالاورز مثلا هاف ان اور مثلا او اور، والايه والريت طبعا ممكن يكون اقل من كده العربيات اللي بتيجي في اليوم، او ممكن يكون اعلى من كده. فبالتالي بضربهم في بعض فبتخيل ان انا هيبقى عندي كيو قد ايه. طبعا ده ديزاين للسيستم الفيزيكال عشان تقدر تحدد انت تحتاج سايز قد ايه في الكباستي بتاعتك او في الكيو بتاعك. لو انا بعمل سيميليشن لسيستم معين مثلا برينتر سيرفر ومتخيل ان هو بيطبع اون افريج في وقت قد ايه وبيجي له الريت في وقت قد ايه، اعرف ان انا استميت الكيو بتاعي. يعني مثلا البرينتر بتاعتي ممكن انها بتطبع في مثلا في ايه، في 5 دقائق بتطبع السيرفز اللي هي عايزاها او مطلوبه منها. الفايل مثلا بيطبع في 5 مينتس. اوكي، وهي بيجي لها مثلا ايه 2 ريكوست بير اور. فالكيو بتاعي يبقى عامل ازاي، او الكيو بتاعي ممكن يبقى كام. فطبعا هحتاج ان انا احول يا اما للاور يا اما للمينت، فاقدر ان انا اتعامل بنفس اليونت. طبعا هنا مثلا خليني اقول هقسم 2/60 تبقى كانها بالايه بالمينت، بيجي لي كام سيرفيس في المينت. طبعا هيطلع فراكشن 2/60 واضربها في 10 في 5 تطلع 10/60، تطلع 1/6. يعني ايه؟ يعني كيو بتاعك يكفي ان يبقى فيه مكان واحد بس، هتحط فايل هيطبع وخلاص، قبل ما يجي التاني يكون الفايل دوت هيكون ايه، هيكون الطبع. فدي الفكره بتاعت ان انا لو لقيت مثلا هنا 20 مثلا في الساعه، يعني 20 فايل بيجي لي في الساعه، يبقى انا غالبا ده الريت بتاعنا. هضرب الريت هو 20/60 في 5، فطبعا ده يجيب لي الاستيميشن بتاعت الكيو اللي انا هحتاجه. طبعا هنا 100/60 فيها تقريبا 2 باين، او يعني سم فراكشن كانه 1.6 تقريبا. يبقى الرقم ده معناه ايه؟ معناه ان انت على الاقل لو انت عندك البارامترز دي فانت الكيو بتاعك على الاقل لازم يبقى فيه مكانين، لان انت غالبا وانت بتحط الفايل ممكن يكون، وانت بتطبع الفايل ممكن يكون فيه 2 فايلز تاني جم، فحاسبهم في الايه؟ حاسبهم في الكيو لحد ما اخلص الفايل ده. فطبعا ده يعني ماثماتكس استيميشن لازاي الواحد يقدر يعرف الكباستي بتاعت سيرفيس معينه عن طريق السيرفيس بتاخد وقت قد ايه، او وكمان عن طريق الريت اللي هو بيخش بيه الايه الناس دول. طبعا بتبقى في برامج كتير بتعمل سيميليشن، وغالبا ممكن منها تقدر مثلا تحدد الماكسيمم ريت اللي ممكن يعني ما يحصلش فيه فلودنج في الكيو ده، او مثلا الايه السيرفيس تايم تكون قد ايه عشان ما يحصلش فلودنج. فطبعا دي من الحاجات اللي هي مهمه، خصوصا مثلا في الانترنت مثلا الكيو بتاع الراوتر مثلا او الكيو بتاع نود بتعمل بروسينج، هي بتعمل بروسينج في وقت قد ايه وبيجي لها فايلز كتير قد ايه. فبالتالي اقدر ان انا انظم الموضوع ده. المهم كنا بنتكلم على فكره الايه الكود. انا دلوقتي عايز احجز، طبعا الكود ده سهل، عايز احجز بعمل انيشاليزيشن للكيو، عايز احجز ده العدد ده. طبعا هحجزه وهخلي الفاريبل بتاعي يبقى عارف هو حاجز مكان قد ايه او الماكسيمم بتاعه كام. الفاريبل بتاعنا اسمه كاباستي، انما البارامتر اسمه كاب. فطبعا كاباستي بتساوي كاب
وبعدين احجز مكان على قد الكباستي او على قد الكاب هي دلوقتي، وبعدين انيشالايز كل الفاليوز اللي عندي بصفر، الهيد والتيل بصفر واللينس بتساوي صفر. يعني كأن انا دلوقتي اول element جاهز ان انا هانسرت في المكان بتاعه، هيبقى اللي هو مثلا الايه الهيد. طيب الاليمنت اللي ممكن يتسحب كانه رقم صفر، بس انا مش هسحب غير لما يكون اللينس اكبر من الايه اكبر من واحد اكبر من صفر. ليه؟ لان انا لو اللينس بتاعي بيساوي صفر مفيش element، فبالتالي ما ينفعش اسحب اي حاجه كده من الميموري وخلاص. لازم الاول في اللي هي اسمها دي كيو اتاكد ان اللينس بتاعي يكون اكبر من الايه من الصفر. في الان كيو اتاكد ان اللينس بتاعي يكون يعني اصغر من الكباستي. اصغر من الكباستي ليه؟ علشان يبقى في مكان فراغ احط فيه الاليمنت، او افكر بقى في الحل اللي هو بتاع الميجريشن لمكان اوسع او لمكان اكبر. فده اللي هنشوفه دلوقتي. طيب السايز طبعا دي سهله قوي، كل اللي هعمله ان انا هشوف اللينس. لما يسالك السايز بكام تقول له اللينس ايه اهو. فمثلا انيشالي السايز بكام؟ السايز بصفر لان اللينس بتساوي صفر. طيب از امتي؟ بيتاكد ان اللينس بتساوي صفر ولا لا. تمام. بيك هيد وبيك تيل طبعا دي معناها ايه؟ اعرف الايه الاليمنت بتاعنا بكام. وهنا الاحظ ان هو بيريتيرن الاري بتاعت الاندكس هيد او الاري بتاعت الاندكس تيل. طيب حلو. في بقى جمله هنا لازمتها ايه؟ assert لينس اكبر من صفر. اللي هي معناها ايه؟ معناها لو اللينس مش اكبر من الصفر يبقى في مشكله، يبقى في حد استخدم الكود ده غلط، يبقى انا غالبا هطلع ران تايم ايرور او هطلع ايرور علشان اقول ان في غلطه ما تتكررش، ان حد استخدم الكيو وهو ساحب الاليمنت بتاعته. فانتوا بقى ايه راجعوا الكود بتاعكم، لان المشكله دي المفروض ما تحصلش، وانا مش هسكت عليها او مش هسيبها، علشان لو سكت هيبقى في تنفيذ غلط، وبالتالي ممكن القيم تبقى مش مظبوطه والبرنامج يلاقيه بيعمل ريزلت ايه غريبه. فبنعمل حاجه اسمها فيل سيف فيل او فيل سيف، ان انا بقفل بطريقه امنه بدل ما بقفل وخلاص يعني، او بدل ما سوري ما بشغل والدنيا مش سيف. ايه فيل سيف. فدي من الحاجات اللي هي مشهوره في البرمجه، ان انا اعمل ران تايم ايرور لو لقيت حاجه شكلها غريب، عشان ما شغلش البرنامج او ما كملش على غلط او ما كملش بحاجه شكلها ايه مش مظبوط. تمام. بيك هيد وبيك تيل خلاص دول طبعا اربعه فانكشن. فاضل بقى اللي هي الايه الان كيو والدي كيو. طبعا الان كيو يعني الان كيو اللي هي الادخال، فانت بتسال لو اللينس بتساوي صفر دي سبيشال كيس، في اول حاله ما فيش اليمنت موجوده عندي، فأنا غالبا هخلي البي تيل بتساوي اكس، يعني هحط الاليمنت الجديد مكان التيل ما هو واقف. دي الحالة حالة خاصة اللي هي حالة بداية الايه؟ بداية الكيو. طيب أو حالة إن الانس بتاعه بيساوي صفر، الهيد والتيل واقفين مع بعض، أوكي؟ فأنت غالبا هتعمل الحركة دي إن هي بي تيل بتساوي ايه؟ بتساوي اكس وتحط الايه؟ لينس بلس بلس. هنا الهيد والتيل واقفين. خلينا نسميهم اللي هم ال H وال T. وبعدين انت عايز تانسرت الاليمنت بتاعك هنا، ده كانت الحاله الاولانيه يعني، فانت هتانسرت الاليمنت هنا ويبقى خلاص ده الاليمنت الاولاني، ويبقى الهيد والتيل واقفين هنا. فطبعا كده اول واحد هياخد السيرفيس مين؟ اكس اللي هو الهيد بيشاور عليه. الاليمنت اللي هنحط الاليمنت بعديه مين؟ اكس، يبقى هو ده اللي ايه اللي بعد كده هنحط الاليمنت الجديد. طيب تعالوا نشوف الحته اللي وراها. اف لينس اصغر من الكباستي. طيب يعني مثلا ايه لسه ما تعددتش الكباستي بتاعتي، هعمل ايه؟ لينس بلس بلس، هزود اللينس برضو. كل ما بعمل انكيو بعمل لينس بلس بلس في الحالات المختلفه. تيل بتساوي تيل زائد واحد مودلس كباستي. يعني ايه؟ يعني مثلا في حالتنا دي لو انا هحط element اسمه y فهيبقى x هنا، واول حاجه هعملها ان انا هانكريز التيل هتبقى هنا، واحط الايه element بتاعي التاني اللي هو ال y، ده الفيرست element وده السكند element.
والبوينترز بتاعتي بقت واقفه كده، او الاندكس بتوعي بقى واقفين كده، هنا الهيد وهنا الايه وهنا التيل. فطبعا الدنيا كده ماشيه مظبوط. اول مره وتاني مره مختلف شويه الكود، مره زودت التيل ومره ما زودتوش. ما زودتوش لما كان اللينس بتساوي صفر، تمام. زودته لما اللينس يكون ايه اكبر من الايه من الصفر، بس يكون اصغر من الكباستي. طيب الحاله بقى الثالثه ايه هي؟ اللي هي ايه الالس بتاعت لينس اصغر من الكباستي، ان لينس بتساوي كباستي او اكبر منها. طبعا هو مش هينفع يبقى اكبر منها، فطبعا لينس بتساوي كباستي، يبقى انا كده كاني عايز احط اليمنت وهو فول وهو مليان. فطبعا هبدا ان انا افكر في حاجه تزود الكباستي. طبعا هنا توايس، توايس دي يعني ايه؟ فكره ممكن اضربها في 1.5 او اضربها في 1.2 مثلا، كانها زياده 20% او زياده 50%، مش شرط 2 يعني، بس ما تزودهاش واحد او ما تزودهاش بلس 1 او بلس 2 او بلس 2، لان ده كان المشكله اما ايه هتيجي كمان شويه، مشكله ثانيه هتيجي كمان ايه هتيجي كمان شويه. طيب هعمل ايه الترتيب كده؟ هعمل مكان جديد هو كان اسمه بي، ها انا كان بي ومليان، الدنيا كانت زحمه، فهجيب ايه هجيب شقه جديده، وهبدا ان انا تكون ضعف مثلا المساحه بتاعه ده، وهبدا ان انا اعمل ميجريشن، هقول للناس كلهم من هنا تعالوا هنا، كل واحد في مكانه بالظبط، اوكي، ودي هنتكلم عليها دلوقتي. وبعدين ابدا بقى ان انا ايه اقول خلاص انا بقيت في المكان ده، وابدا انسرت الاليمنت الجديد كمان. كان في اليمنت هنا ما كنتش عارف احطه فين، فهبدا انسرته في المكان اللي هو الايه النورمال بتاعه. وبعدين هبدا ان انا طبعا خلاص يبقى كده، خلاص كده في بي وفي كيو، فانا هنا عندي تو بوينترز، ده محجوز له حته وده محجوز له حته، فانا ما ينفعش اكمل كده لان لسه بتعامل بالبي، فانا محتاج ان البي تيجي تقف تشاور هنا، وقبلها اعمل ديليت للايه للحته دي، او اعمل ديليت بعدين، فيبقى في عندي السبيس الجديد بقى هنا، والكيو بتاعتي خلاص بقت هي الايه ما عادش مهم البوينتر دوت عندي كبوينتر يعني، لان البي الفاليو بتاعتها حصل فيها ابديت، بقى ده العنوان بتاع الجديد اللي هو الايه اللي هو بي. طيب الخطوات، اول حاجه طبعا ايه احجز مكان جديد ملوش دعوه بالمكان الاولاني، بس حجمه قد ضعف حجم المكان الاولاني، حجمه 2 في الكباستي بتاعت المكان الاولاني. جي بتساوي هيد، اوكي. طبعا ممكن نبقى نشوف ليه جي ليه بعمل بوينتر اسمه جي، او ليه بعمل اندكس اسمه جي، بعرف الهيد بتاعت الحاجه القديمه. طيب بعمل ايه؟ بعمل يعني فور لوب اللي هي بقى بتاعت الميجريشن، بتاعت الناس هتعزل من هنا تروح هنا، فطبعا بعمل لوب على قد الكباستي القديمه، على قد الكباستي القديمة، أنا لسه ما زودتش الكباستي. وهاخد واحد من هناك أوديه هنا، هاخد واحد من هناك أوديه هنا. طيب أنا باخد واحد من فين أوديه فين؟ باخد واحد من أول صفر لحد كباستي ماينس 1 أوديه، أو أجيبه من عند جي، بي أوف جي. ليه من عند بي أوف جي؟ اللي هو مكان الإيه؟ الهيد القديم، أو مكان الكيو القديم، يعني أنا كان عندي كيو قديم. الكيو القديم دوت احنا كلنا متخيلين ان كيو اوله هنا واخره هنا، بس مش شرط يكون اوله هنا. بالنسبه لي انا محتاج ابقى عارف اول كيو فين واخره فين، فعشان كده عملت السطر ده، السطر اللي هو بتاع جي بتساوي هيد، عشان اعرف انقل الكيو صح. لو انا ما كتبتش السطر ده وجيت هنا قلت له بي اوف اي كيو اوف اي بتساوي بي اوف اي، هتبقى ايه المشكله؟ المشكله انه هيعمل كوبي وبيست من الايه من المنظر ده هنا يحطه هنا. لا انا مش عايز كده، انا عايزه يوقفوا مترتبين، لان انا كاني مفترض ان هم مترتبين في المره الايه في المره الثانيه، فغالبا اتس بيتر ان انا اعمل الايه اعمل الحته دي. ممكن نشوف فائدتها دلوقتي، بس خليني اقول انها بالمنظر دوت هتبقى ايه هتبقى كده صح يعني. طيب طبعا اللي بعدها جي اللي بعدها، خلي بالك انت مش شرط تكتب يعني ايه
جي وجي زائد واحد وجي زائد اتنين، انت ممكن تطلع بره نطاق الكيو. انت لو واقف مثلا في الربع الاخير بعد شويه هتلاقي نفسك رجعت للاول. فغالبا اقعد كل مره اقول له جي الجديده بتساوي جي زائد واحد مودولس الكباستي، فيبقى انا كده عرفت ان الكيو بتاعي بطريقه مظبوطه. بصوا انا عايز ايه عشان ما تلخبطش، هعمل مثال الاري بتاعتي من الشمال لليمين. فدلوقتي انا الاري بتاعتي هنا، هنا صفر واحد اتنين، فطبعا نتخيل ان انا عملت انسرت، يعني خليني نكتب الرحلة من بدري شوية. انا عملت انسرت الاي وعملت انسرت البي، طيب حلو قوي. وبعدين عملت انسرت السي، فوقفوا هما التلاتة مظبوطين تمام. بعد كده سحبت اي وسحبت بي وسحبت سحبت اي وسحبت بي، فالمنظر بقى كده. دلوقتي عايزة insert D و E و F، فه insert C وراها D وراها E وراها F كده الدنيا تمام. ده Q. ال Q بتاعي دوت بدايته فين؟ بدايته هنا ونهايته فين؟ نهايته هنا، فكأنه لافف. أوكي، فأنا دلوقتي عايزة insert بعد ال F في G، عايزة insert G ملهاش مكان. يبقى هعمل ايه؟ اول حاجة محتاج احطهم في مكان جديد. لما اجي احطهم في مكان جديد عايز احطهم مكانهم يبقوا مكانهم مترتبين، يقفوا بقى كيو عادل لان في سبيس. اوكي، فهاخد السي احطها هنا في الاول، يعني كأن دلوقتي الجي بتاعتي اللي هي الهيد هنا، الهيد القديم يعني، هيجي يقف في اول ايه؟ في اول الطابور اللي هي الحتة دي اللي هي ببدأ من عند صفر. وبعدين اللي بعد الـ A C D، طيب بعد الـ D لو أنا بعد بس هيبقى المكان الفاضي ده، ما ينفعش، لا أعمل مودولس بقى، فيجيب لي الـ E، الـ E وبعدين الـ A الـ F، وبعدين طبعًا دلوقتي بقى خلاص بقيت أعرف أعمل الـ A، أحط إيليمنت جديد هنا في الـ A في الـ G، والطابور اتعدل دلوقتي، بس ممكن برضو يعني يتعوج تاني لما أحتاج أقول له هات لي C، أعمل لي بقى إيه؟ اعمل لي دي كيو من. فكده دي بس فايده الفكره بتاعه الايه، ان انا بقول له كيو اوف اي بتساوي بي اوف جي، وجي اللي هي الهيد القديم. طيب خلصت، بقول له الهيد الجديد بقى بصفر لان الطابور بتاعي اتعدل، وبقيت واقف من اول الايه، بقيت واقف من اول الكيو. تيل بتساوي كاباستي، تيل بتساوي كاباستي يعني ايه؟ يعني التيل بتاعي واقف هنا قبل ما انسرت الاليمنت. يعني طبعا بي كيو اوف تيل بتساوي اكس، يبقى انا كده دخلت الاليمنت الجديد، وطبعا هبدا اقول له لينس بلس بلس، وايه كاباستي بتساوي كاباستي في 2 اللي هو بقى الايه بقيه الفاليوز بتاعتي اللي هي بتتم بطريقه مظبوطه. معلش، تيل بتساوي كاباستي اللي هي دي المكان ده، مثلا لما تكون الاري الكباستي بتاعتها 4 تبقى من 0 ل 3، يبقى اندكس 4 فين؟ اندكس 4 اللي هو ده اللي هو الجي. يبقى كده طبعا ايه كل حاجه مظبوطه. لينس بتساوي لينس زائد 1 لان دخلت اليمنت بعد الموضوع ده كله، ما دخلت اليمنت فبقوا 5 بدل ما كانوا 4. كباستي بتساوي كباستي في 2 فالكباستي بقت ب 8 دلوقتي. طبعا ديليت بي خلاص همسح بي القديمه، وبي هعمل لها ابديت، بي هتساوي كيو طبعا بمسحها وخلاص. والكيو طبعا الجديده كانت ايه؟ كانت يعني عملت لها اللوكيشن. طبعا في الديستراكتور غالبا همسح انا الايه؟ اللي انا حجزته دلوقتي، فكل حاجه هتبقى تمام. بحجز وبعدين امسح، والمسح على قد الحجز بالظبط، فالدنيا هتبقى ايه؟ تبقى مظبوطه كده. طبعا هنا الفانكشن دي او 1 ما عدا في حالة طبعا اللي هي حتة الاوفر فلو دي، او ان يحصل اوفر فيل، فغالبا ساعتها محتاج ان انا اظبط الدنيا لانها هتبقى كانها او ان، يعني ممكن مثلا لو 100 مرة ومرة منهم بتاخد وقت ممكن تبقى مسموح بيها، يعني يعني متضايق، فغالبا يبقى الديناميك اري مش هي البيست سولوشن، وممكن تستخدم اللينكد ليست تبقى هي افضل من هذا الايه؟ من هذا الحل. المهم ان احنا بس فهمنا ازاي بتحصل الحته بتاعه السيركيليشن، وازاي انكريز السبيس، وازاي ان انا طبعا ابقى فاهم الكيو عامل ازاي واعدله. اوكي،
لان انا بنقله في مكان تاني. المكان التاني ده يعني انا لو منكم كنت ممكن حد تاني يعني كان يعني بيفكر باسلوب تاني، كان ممكن ياخد في المكان الجديد بقى يحط السي والدي هنا، ها، ويحط هنا الايه، ويحط هنا الاي والايه، الاي والاف. بس هتلاقي الكلام ده بيتطلب صعوبة شوية في الايه، في الكود، ويبقى الجي طبعا هتيجي تتحط هنا كأنه حط الكيو، كأنه نقله زي ما هو، بس ايه، زود السبيس في الوسط، هوها انسرت سبيس بتوين الاماكن يعني. طبعا يعني ما لو انتم متضايقين من الشكل دوت خلاص مش مهم، نبقى فاهمين بس المنظر ده معناه ايه. ده كان مجرد الترنيتيف ازاي نعمله لو انا عايز احتفظ بنفس منظر الكيو كان عامل ازاي. anyway هنا طبعا ده الفانكشن التانية لازم افضل فاكرها عشان هم ستة ما انساهاش، اللي هي دي كيو بيسحب element من اخر الايه، من اخر الكيو. طبعا هنا لازم عشان اسحب element لازم يكون اللينس اكبر من الصفر. هعمل ايه؟ هسحب element اللي عند الهيد، اوكي، فغالبا هقول له اكس بتساوي بي اوف هيد، خدت الاليمنت وحطيته في variable بس انا عايز اشيله بقى من الكيو، فهبدأ اقول له هيد بتساوي هيد زائد واحد. طبعا لو هو جه في الاخر فبعمل مودلس كاباستي، وفي الاخر اقول له ريتيرن اكس، في الاخر هقول له ريتيرن اكس كده. طبعا هيبقى الايه، هيبقى الاو بتاعتي هنا او 1، والاليمنت بتاعي كان انا سحبته وحطيته هنا، فطبعا الدنيا ايه، الدنيا تمام او الدنيا مظبوطه. يعني ده شرط ان هو يكون تسحب حاجه لازم يكون فيه على الاقل element واحد على الاقل، بخزنها في variable اسمه x، وبعدين بابديت الاندكس عشان تاني مره يسحب الاليمنت اللي بعديه، يسحب الاليمنت الايه اللي بعديه. وطبعا ناقصه حاجه، طبعا ناقصه، صح، ناقصه لينس ماينس ماينس، ناقصه كود اللي هو لينس ماينس ماينس، اللي هو ايه، ان انت محتاج ان انت ايه تتنقص اللينس بواحد بعد ما بتخلص الايه الموضوع ده، طبعا قبل الريتيرن يعني. طبعا لازم اكتب الكود قبل الريتيرن فالدنيا تبقى مظبوطه. ممكن اكتب طبعا لينس ماينس ماينس، اكتبها هنا تنفع، بس لو مش عايزين نتلخبط يعني اكتبها تحت، اكتبها بعدها بعد ما بتتم عمليه الايه، عمليه اخراج الاليمنت من الايه، من الكيو. دكتور، هو بالنسبه احنا انا شايف ان كل شاب بنعمل سيركلر للحاجه، سواء كنت هضيف او كنت هشيل منها، او مش المفروض ان انا بعمل سيركلر اصلا بعد ما انا يعني انا مليت الاري وفي اماكن فضيت من قدام وانا عندي اخر مكان خلاص، ده اخر حاجه اليمنت داخل عندي، وانا عندي اماكن فاضيه قدام، فبضطر ان انا اعمل سيركلر، صح كده؟ طب وانا ليه بقى كل شويه من اعمل سيركل كل شويه في كود ان انا اتشيك على السيركل؟ يعني المفروض اتشيك على اخر اليمنت المفروض عندي ان انا ابدا اعمل سيركل بقى. يعني انت متضايق من الحته بتاعت اللي هي النقل دي، الكوبي بالظبط، مالها مضايقك في ايه؟ مش مضايقني، مش حوار اللي مضايقني، يعني حوار اللي ان انا كل شويه بعمل سيركل، انا المفروض ان انا اتشيك مثلا على اخر اليمنت عندي في الاري مثلا، واول ما تشيك كده اتشيك بقى ان انا عايز اضيف element في عامل سيركلر تاني، بس مش اكتر. يعني ليه كل شويه يضطر ان طيب هو معلش يتكل على معلش السيركلر؟ خلينا نتناقش معاك بس. احنا دلوقتي مثلا فهمنا الموضوع اللي هو بتاع ان array فيها اربع اماكن بالشكل ده، انا تمام؟ فاهم دي، انا فاهم دي حضرتك لما انت قلت هيكون في المفروض ان انا هضطر اعمل سيركلر وهنقلها في array جديده علشان تبقى مترتبه بنفس الترتيب، عشان لما اجي ياخد سيرفيسز تبقى مترتبه بنفس الترتيبه اللي هتخرج بيها. دي انا فاهم. ايوه، انا برضو الاري الجديده هي برضو فيها حته الايه، ان هو برضو فيها سيركولر، بس انا حاططهم كانهم مترتبين عادي، كانهم اول واحد هو رقم صفر. ليه عملت كده؟ علشان انا بقول دلوقتي ان انا دلوقتي هنقل اربعه في ثمانيه، هحطهم في ثمان اماكن، فين البدايه وفين النهايه؟ كان عندي يعني بديلين، يا اما احطهم بهذا الشكل، لو انت تعرف تكتب كود يحطهم بالشكل ده يعني ايه، يو ار ويلكم، يعني انك كانك تخلي سي قبل الاخير بواحد ودي في الاخر خالص، اوكي، واي والاف موجودين في الاول الايه، في اول الاري، وتعرف تظبط بقى الهيد الجديد بكام وال اسمه ايه واللي هو والتيل الجديد بكام، وكمان بعد كده بقى تقول له ايه انسرت اليمنت وخلاص، فدي ما فيهاش مشاكل.
فانت ده بالنسبه لك اسهل ولا ده اسهل تحطهم بهذا الشكل؟ فطبعا الكود بتاع ان انا احطهم بالترتيب ده كان اسهل. ليه؟ لان غالبا انت كانك بتقول له ايه، هات الهيد بتاعك وهات الهيد الاولاني، حط الهيد بتاع ده في مكان الهيد بتاع ده، تاني واحد بعد الهيد بتاع ده في تاني واحد بتاع الهيد بتاع ده، يعني كان التاني يجي يقف مكان التاني، التالت يجي يقف مكان التالت، الرابع يجي يقف مكان الرابع، والموضوع ماشي بسهولة. ان انت في ناحية 0 1 2 3 4 ماشيين ورا بعض اللي هي الاي دي ما فيش مشاكل، ومش هيحصل سيركوليشن لان انت مش هتتعدى الايه، مش هتتعدى الليمت لانك بادئ من الاول خالص. طيب الحتة التانية جي دي غالبا اليمنت في الوسط، فانت ما عندكش ثقة ان هو رقم 0، فبالتالي انت بتدي فرصة لان هو ايه يكون مثلا في الاخر، يكون في الوسط. فهو لو في الاخر وانت عايز بقى الحاجات تمشي بنفس الترتيب، هتحط رقم جي في المكان رقم 0، المكان الجديد رقم 0، وتحط رقم جي بلس 1 في المكان رقم 1، وجي بلس 2 في المكان رقم 2، بس ممكن يكون جي رقم 2 دوت بره نطاق الاري. فانت ساعتها تجيبها ازاي او تعملها ازاي؟ تعمل حته بتاعت مودولس الكاباسيتي دي، فدي بتخليك ان انت ترجع تاني تلف في الايه من اول كيو القديم. فارجو ان الكلام ده يكون يعني واضح او ما فيهوش اعتراض. انت مش هتعترض؟ لا شكرا. لا قول لي حتى مضايقاك وحاول تجيب لها بديل. انا دلوقتي الكيو الاولاني كان فيه سيركوليشن، الكيو الجديد هيبقى فيه سيركوليشن، بس بعد ما نقلت الاليمنت من هنا كان صعب انقلهم بنفس الايه، بنفس الشكل بتاعهم، لان هم يعني بص هم عاملين زي حلقه صغيره كده وانا هحطهم في حلقه كبيره، فبالتالي مش هيبقوا كونتينوس، مش هيبقوا جنب بعض، او هيبقوا كانهم حته في الايه في الاري. فغالبا انا هقدر ان انا اعمل حاجه من اتنين، يا اما ان انا ابدا من مكان رقم 0 وامشي هنا، يعني هي كأنها بالظبط كده يعني، وإنما أنت هنا بادئ من هنا مثلا، بادئ عند مثلا الساعة 12 وهنا مثلا بادئ عند الساعة 6، كأنها ساعة يعني، فأنت محتاج تقابي من ده لده، بس هنا أنت محتاج تلف لفة كاملة، محتاج تلف لفة كاملة. ليه؟ لأن أنت عايز تجيب اللي بعده اللي بعده، بعد ما تيجي مثلا الساعة 1 عايز ترجع عند الساعة 12، فلازم تعمل سيركيليشن. هنا أنت بتحطهم عادي، هنا بتحطهم عادي بنفس الترتيب بتاعهم الايه المظبوط. فيعني ارجو ان المثال دوت يكون واضح علشان نفهم المشكله بتاعه السيركوليشن اتحلت ازاي. غالبا يعني انت كل اللي هيفرق معاك ان انت في ساعه الانكريزنج تاخد بالك من الكلام ده، وتاخد بالك ان دي الكباسيتي القديمه قبل ما ازودها، عشان انا بسيركوليت فين لازم الواحد يعني يقول لنفسه انا بعمل ايه، بسيركوليت في السبيسيفيك القديم، لازم تبقى الكباستي الصغيره، كباستي قبل ما ايه، قبل ما اعملها انكريز يعني اعملها في الاخر خالص. تمام تمام شكرا يا دكتور. طيب دلوقتي هنبص بقى على حاجه اسهل لو حد متضايق من الاريز، مع انها اسهل يعني، اخش في اللينكد ليست. اللينكد ليست احط الاليمنت بتاعتي في ايه، في لينكد ليست. طيب دلوقتي اللينكد ليست في عندي شويه اوبشنز، لو احنا فاكرين add at front و add at end. فانا هلخص بسرعة، انا محتاج ال in queue وال de queue يحصلوا O1، يحصلوا هما الاثنين O1. فعندي كذا بديل. اول حاجة ان انا هجيب linked list عادية خالص، فيها بوينتر واحد بيوقف في الاول اسمه chain زي اللي احنا عملناه. طيب او بداية الليست يعني add at end بتاخد order big O قد ايه، add at front، remove at front، remove at end. والحاجة التانية اللي أنا هختارها إن أنا عايز add و remove واحد من الناحية دي وواحد من الناحية التانية. ليه؟ لأن أنا غالبا هعمل queue، فالكيو بتاعي يبقى ده الإليمنت الأولاني، ده التاني، ده التالت، ده الرابع، ولا ده الأولاني، ده التاني، ده التالت، ده الرابع. فغالبا هحتاج add من ناحية وأعمل remove من الإيه؟ من الناحية التانية. كويس. طيب هنا أنا حسبت add at front و add at end زي الستاك، و remove at front سوري هما الاثنين O1، حاجة كويسة، بس أنا عايز أعمل Q، فالQ عشان يتعمل لازم يبقى ده مع ده،
يا اما ده مع ده. طبعا ده مع ده ما ينفعش، لان واحده فيهم هتبقى او 1 والتانيه هتبقى او ان. برضو اد ات فرونت وريموف ات اند برضو ما تنفعش، لانها هتبقى ايه، واحده او 1 والتانيه او ان، فبالتالي دي ما تنفعش او دي مش كويسه، مش هتديني او 1. فانا غالبا لازم اعمل حاجه، والحاجه دي زي ما انتم بعضكم اقترح ممكن ان انا احط بوينتر هنا يقف عند اخر element في الايه، في الاري، في الليست. اوكي طيب البوينتر دوت هيبقى في الاخر عندي في الليست، هيبقى في عندي تو variables، واحد اسمها chain، واحد اسمه مثلا ايه the end of the chain مثلا، او last pointer، last cell مثلا in the cell، حاجه زي كده. يعني طبعا بسموهم head وtail وخلاص، head وtail، وعشان يبقى اسماء طبيعيه يعني، head في الاول وtail في الاخر، او حسب ما انا هانسبت فين وهريموف فين. طبعا زي ما هشوف في السلايد اللي بعد كده اهو، هحط واحد هنا وواحد هنا. طيب خلينا نتعامل معاها مرة تانية. add at end سهلة ان انا هعملها، احطها من هنا هتبقى O1، يعني هاجي من هنا واقول له النكست بتاع البوينتر الاحمر ده بيساوي الاليمنت الجديد، واقول له advance البوينتر الاحمر، فهيبقى الدنيا تمام، الظبط التاني. add at end هتبقى O1، وريموف ات فرونت او 1 برضه. فطبعا دلوقتي الحل ده ينفع. يبقى معناها ايه؟ معناها هريموف من هنا وهاد من هنا، تمام. يبقى طبعا الهيد بتاعي يتحط هنا والتيل بتاعي يتحط هنا. ليه مش الحل التاني ما ينفعش؟ لانها اد ات فرونت برضه كانت سهله، انما ريموف ات اند عايز اشيل الاليمنت ده، البوينتر دوت يعني مش هيبقى ليه لازمة، لأن هو أنت هتمشي الحتة دي عشان تمشيها، يعني هتمشيها إزاي؟ فغالبا عندك بقى إيه شوية بدائل، هتلاقي إنها كلها ما تنفعش، لأن أنت محتاج تخلي البوينتر بتاعك دوت ينط هنا كده وتشيل دي. فطبعا دي التكلفة بتاعتها غالبا ON بالمنظر اللي احنا فيه ده. اوكي فطبعا يعني ممكن حد يفكر ان انا ابقى واقف مثلا في المكان اللي قبليه و ايه اديليت النود دي. اوكي طيب او ان انا مثلا اخلي الفاليو دي تيجي عند الفاليو اللي قبلها. طب ازاي تيجي عند الفاليو اللي قبلها؟ ممكن افكر بالنال مثلا. لا، لو انت فكرت بالنال يبقى انت غالبا كانك هترجع تعد من الاول، ترجع تعد من الاول، مش هتاخد الادفانتج بتاعت الايه، بتاعت البوينتر ده. فانا طالما هفكر ان انا هاجي عند النود اللي قبليها، يعني لو حد فكر في اي الجوريزم وقال اجي اقف عند النود اللي قبلها، يبقى هو كده عمل الاو ان، هو كده دفع الفلوس خلاص. يبقى انا مش هقول ان هو هيعرف يوفر فلوس بعد كده. يبقى الخلاصه ممكن نفكر فيها طبعا بعمق، يعني ريموف ات اند عمرها ما هتبقى او 1، عمرها ما هتبقى او 1 بالتجهيز ده. فإتس بيتر إن أنت تاخد الحلين الإيه؟ الحلين دول، أد أت إند يبقى الهيد موجود في الآخر والتيل موجود في الأول. طيب تعالوا بقى نعمل كيو ونحط فيه شوية ناس يقفوا في البنك مثلا. فكيو مثلا دوت إيه؟ دوت إن كيو مثلا إيه؟ حد مثلا اسمها مثلا إيه؟ ماري مثلا. q.nq مثلا ايه علي. مثلا q.nq مثلا مين جون مثلا. يبقى انا كده هدخل الاسماء دي كلها، طبعا m1 a1 j1 هدخلهم كلهم ورا بعض، بس بأني ترتيب؟ تعالى بقى نشوف. اول حاجه هيبقى في عندي q linked list وما فيهوش الا element واحد بس، اللي هي ايه؟ اللي هي ماري مثلا. فبالظبط هلاقي حاجه بالمنظر ده، هنا ام وهنا الهيد والتيل واقفين هنا. طيب انا لو بسالكم في الامتحان مش هبقى فاهم انتوا فاهمين ازاي، لان انا ايه حاسس ان انتم حاطين التو بوينترز في بعض، فما اقدرش احكم عليها بالمنت واحد، هقول لك انسرت كمان element. اوكي فانت لما هتنسرت كمان element هتنسرت بالايه؟ بالهيد، وتخلي الهيد يا ادفانس، فهيبقى علي هنا.
سوري انت هتنسرت element بتنسرت في التيل. لا معلش انت بتنسرت هنا الاليمنت، معلش انا اتلخبطت، هنا الاد الاليمنت الجديد، فهنا دي اللي هي التيل، انت بتاد في التيل وبتريموف في الايه، في طبعا اللي هي الهيد. فطبعا بعد ما هانسرت اليمنت تاني هانسرت من عند الايه، من عند الهيد. احنا احسن حاجه نقاد هنا، اوكي، هانسرت من عند التيل في الاخر يعني، فهنا هيبقى ايه، هيبقى عالي. هنا ام وهنا ايه، مظبوط كده. وهنا طبعا ده النال، والبوينترز بتاعتي واقفه فين؟ البوينترز بتاعتي واقفه هنا كده بهذا الشكل. اول حاجه هتسحبها اللي هو بيسموه الايه، الهيد، اللي هو اللي جه في الاول ده اللي الهيد هو اللي بيريموف، اللي تو بي ريموفد يعني، والتيل هو اللي بينسرت من عنده. فكده مظبوط، اوكي. يبقى التيل واقف عند اخر اليمنت انت حطيته، والهيد واقف عند اول اليمنت عليه الدور عشان تبقى ايه، تعرف تسحبه بعد كده. طبعا مثلا هنشيل ماري، يبقى كل هيحصل ان هيد هيادفانس يروح يوقف عند الايه، عند النود الثانيه. هانسرت اليمنت، هانسرت من عند التي، من عند التيل. هاد مثلا جون، فهيبقى شكل الكيو الجديد كده. طبعا هنا ايه جون، معلش الحته دي ما بتكتبش فيها باين، وهنا علي، وهنا ايه ماري. وطبعا ايه هبدا ان انا اعمل حاجه بالمنظر ده، هنا واقف الهيد وهنا واقف الايه التيل، وطبعا هما لينكد مع بعضيهم زي ما احنا عارفين بالمنظر اللي هو الايه، بالمنظر اللي احنا عارفينه. هنا في طبعا جراوند. يبقى كده فهمنا مثلا لو ايه هسحب اول حد هتبقى لسه برضو ميري، هانسرت اليمنت جديد هانسرته بعد جون، بحيث ان هو يبقى الدور عليه يجي بعد ما اخلص الاربعه دول او بعد ما اخلص الثلاثه دول. يبقى كده فهمنا ممكن الواحد يعرف يعمل ازاي البدائل. طبعا انا ما فكرتش في ان انا اعملها دبل لينكد ليست. دبل لينكد ليست هتبقى حاجه بالشكل ده. ساعتها برضو ممكن احط بوينتر في الاول وبوينتر في الاخر عشان مش كل مره اروح واجي، اوكي. يعني انت ما فيش بدائل ان انت يبقى في لازم يبقى في عندك تو بوينتر، واحد اسمه هيد وواحد اسمه تيل. وكمان ممكن تعملها سنجل لينكد ليست او دبل لينكد ليست. في الدبل لينكد ليست الدنيا هتبقى سهله خالص، اي حاجه ممكن تبقى اون يعني، ممكن بقى يبقى عندك الهيد هنا والتيل هنا، او التيل هنا والهيد هنا. فيعني ايه زي ما تحبوا بقى، ممكن حد فيكم يفكر يعمل كيو بهذا المنظر. الكيو ده والكيو ده يعني كانه هما سوري، الكيو ده والكيو دوت زي بعض، بس طبعا الكيو ده اغلى شويه لان هو في ايه النود بتاعته فيها داتا اكتر شويه، بس ممكن يكون التفكير فيه اسهل لو حد مفكر ان هو يفولو البوينترز اللي اسمه بريفيوس. ده كل نود، دي النود اهي، النود فيها ثلاث حاجات، فيها داتا لونها ماجنتا او لونها بنفسجي، وفيها بوينتر اسمه بريفيوس، وفيها بوينتر اسمه نيكست، ففيها ثلاثه ايه، ثلاثه داتا ايتمز. فطبعا دي اللي هي بيسموها الايه، دبل لينكد ليست. ممكن امشي فيها بالاتجاه ده او ممكن امشي فيها بالاتجاه ده. فطبعا ممكن اعرف اعمل فيها انسرت اسهل، اعرف اعمل فيها ديليت اسهل، بس في الاخر الداتا بتاعتها اتقل يعني من الايه، من النود العاديه. وبرده البوينترز محتاج ان انت تكتب كود بطريقه منظمه اكتر علشان ممكن ان يحصل فيها مشاكل كانها ضعف المشاكل اللي ايه، اللي في اللينكد ليست العاديه يعني. طيب تعالوا بقى نشوف مثال. احنا خلاص اتفقنا ان التيل فين والهيد فين. الهيد مكان ما بطرح ما بعمل ريموف، وده هيبقى في الاول، ما حدش يعمل ريموف بالاخر. فالهيد في السنجل لينكد ليست، فهنا الهيد في الاول والتيل في الاخر. حلو، تعالوا بقى ناخد اكزامبل بسرعه. دي كيو بحالته الاصليه او حالته دلوقتي، يعني كاني عملت انسرت الترتيب فيه 12 وراها 32 12 6 4، يعني ده كده كانه الترتيب الزمني ده التايم صفر والتايم بينكريز بهذا الشكل. فده الترتيب بتاع الايه، بتاع الكيو ده الموست ريسنت، وده الايه، وده الاولد يعني، او الايه اول حاجه حصلت يعني. طبعا لو انت حبيت تعمل دي كيو، دي كيو يعني ايه؟
يعني تسحب اخر تسحب سوري الاليمنت اللي عليه الدور اللي هو الاقدم واحد فيهم، اقدم واحد فيهم طبعا اللي هو الاولاني اللي هو 12، فالبوينتر بتاعها هي ادفانس ويبقى واقف بعد كده عند 32، 32 هي اللي هيبقى عليها الايه؟ هي اللي هيبقى عليها الدور. طيب حبيت تعمل ان كيو، ان كيو مين؟ ان كيو لازم تقول له ان كيو كام؟ ان كيو 16، يبقى انا هدخل 16 بعد 4، تاخد الدور بتاعها بعد ايه؟ بعد 4، فهتيجي تحط في الايه؟ تحط في الاخر بهذا الشكل. يعني خلاص كده فهمنا الدنيا شكلها هتبقى عامله ازاي، وممكن طبعا تبقى هنا مش محتاج الكباستي قد ايه، ومش محتاج تعمل سيركوليشن، والدنيا فاهمين انها بتمشي شكلها ماشيه ازاي يعني بطريقه مش ايه مش صعبه يعني. والكلام ده مبني على الليست، لو انت عملت الليست قبل كده ممكن ان انت اكستند الكود او تزود فيه شويه وتقدر ان انت توصل لهذا الايه لهذا الشكل يعني. هعمل امبلمنتيشن ازاي؟ طبعا ممكن عندي شويه بدائل زي ما عملنا ستاك باستخدام اللينكد ليست، ممكن اعمل ايه؟ انهرت الكلاس اللي اسمها ليست، يعني يبقى تبقى هي سب كلاس من السوبر كلاس بتاعت الليست، او ممكن يبقى في عندي كونتين، يعني ايه؟ يبقى في عندي حاجه اسمها كيو كلاس كيو، وعندي كلاس اسمها ليست. وهنا في حاجه مثلا ان فيها element من النوع ده، يعني كان جوه كلاس كيو عندي element اسمه L1 مثلا او my list مثلا، وطبعا نوعها ايه؟ نوعها list. طبعا ده اسلوب بيستخدموه كتير قوي في الاوبجكت اورينتد، ان هو يعمل element من نوع معين contained في الكلاس دي. اوكي فده ممكن ان هو ايه يعني كانها من جوه الكيو هو عباره عن ليست، ويقول يعني ايه مثلا دي كيو، يعني ايه ان كيو باستخدام الاد ات فرونت والاد ات اند زي ما كنا احنا بنعمل من ايه من شويه. طبعا اخر حل اللي هو يعتبر يعني يعني زي ما بيقولوا اغبى حل، ان احنا نعمل اديت في كلاس ليست، اجيب الكود نفسه وابدا ان انا اعمل فيه اديت، اغير اسم الكلاس اخليها يبقى اسمها كيو مثلا، انا محتاج اد ات فرونت اخليها بس اسميها مثلا دي كيو، محتاج ريموف ات فرونت اخليها واسميها الاسم الجديد بتاعها. فغالبا ده اسلوب شويه مش ايه مش انتليجنت قوي يعني. طيب طبعا هنا شويه تفاصيل يعني ازاي ممكن اعرف اعمل الكلام ده بالثلاث طرق دول، الاولاني اسمها الترناتيف 1 والترناتيف 2 والترناتيف 3. فانا هنا طبعا انا ممكن هناخد بس بريك صغيره، وخلال البريك دي انا هطلب منكم اللي هو اللي في عندنا كوشتينير بتاع الميد تيرم ان احنا نملاه، وبعدين طبعا هنرجع نكمل. فهديكم حاجه بتاع مثلا 10 دقايق ولا حاجه، وبعدين يعني ربنا يسهل ان ايه نكمل بقيه المحاضره. فطبعا انا هعمل لينك في في عندنا في الشات هنا عشان طبعا تقدروا ان انتوا ايه تعملوا عليه كليك وتشغلوا. يعني هو غالبا اعتقد ان هو كويشنير سريع ممكن نعمله في 5 دقايق او حاجه زي كده، فاحنا هناخد 10 دقايق بريك وهكمل تاني بعدهم ان شاء الله. طيب هو ربع ساعة، فأنا هحطه دلوقتي على الشات، هحط اللينك بتاعه. انتوا بس يعني المفروض منكم ان انتوا ايه تملوه by clicking on this علشان يعني ايه الامبروف بتاعت الكواليتي بتاعت السيستم بتاع التدريس بتاعنا ان شاء الله يعني. فلو تسمحوا لي بقى 5 دقايق وهرجع لكم تاني،
حد عنده سؤال او شايفين اللينك على الشات؟ تمام يا دكتور. تمام. طيب ان شاء الله يعني ايه 10 دقايق واجي لكم تاني نكمل ان شاء الله بقيه المحاضره. يلا سلام عليكم. تمام.
طيب سلام عليكم، أرجو إن إحنا نكون خلصنا. هو تمام يا دكتور، عملنا بس طيب نرجع بقى إن شاء الله نكمل. طيب يعني إحنا هنا اتكلمنا على ثلاث أنواع، سوري خلينا نماكسمايز ده، ثلاث أنواع إن أنا يبقى في عندي كلاس وعايز كأني إيه أبني عليها شغل تاني. inheritance اللي هي كأن يبقى عندي كلاس وسب كلاس، أو إن أنا أعمل حاجة اسمها يعني إيه أعمل أوبجكت من الكلاس دي عندي، أوكي ودي هنشوفها، أو إن دكتور أنا أجي جوه الكلاس وأكتب كل معلش كود أجد فيه. إيه قول؟ انا كنت بس على الحته بتاعت الالترناتيف اللي هي 1 و2 عشان ما خدتش بالي بس قبليها، بس معلش ليه كان قبل البريك. اللي هي دي لا احنا وصلت معاك الثلاث لحد بدائل دي، دول، دي تمام. ايه الثلاث بدائل دول تمام. احنا دلوقتي ايه هنبص كده يعني زي ما يقولوا بصه كده بسيطه جوه كل واحد فيهم، ممكن امشي فيها ازاي واعرف اعملها ازاي لو انا عايز اعرف اعمل ايه كيو فروم سكراتش، عايز اعمل كيو باللينكد ليست، يا اما بدايه من كلاس ليست، يا اما طبعا ايه يا اما عن طريق الكلام اللي هو زي ما بنتكلم عليه. اول حاجه بس لازم اخد بالي منها ان انا هتكلم على ليست يكون فيها تو بوينترز، واحد في الاول وواحد في الاخر، مش شين بس عشان احنا كتبناها، لا عايز كمان بوينتر عند اخر نود. فدي البدايه بتاعتي. بعدين ابدا ان انا افكر مثلا ان انا اعمل كلاس اللي هو الانهيرتنس. يعني ايه؟ يعني انا عندي ليست وعندي منها كلاس اسمها كيو، اوكي؟ فكل حاجه موجوده هناك انا هزود عليها، وهيبقى في عندي بالاضافه الى ذلك بعض الايه؟ بعض الاستخدامات الاخرى يعني. اول حاجه الاحظها ان انا مش محتاج داتا، انا مش هبقى محتاج داتا جديد، لان اللينكد ليست بتاعتي هي كمان هتنفع انها تبقى هي كمان ايه؟ هي كمان هي الداتا اللي فيها الكيو، هي يعني اللينكد ليست هي هتبقى الكيو، فانا مش محتاج داتا، انا بس اللي هحتاجه ان انا هحتاج ميثودز اللي هم السته ميثودز اللي احنا اتفقنا عليهم، وممكن طبعا الكونستراكتور يبقوا سبعه، وهبدا بقى ان انا ايه؟ يعني اشوف كل واحده فيهم اكتبها ازاي بدلاله الميثودز اللي كانت موجوده قبل كده. فمثلا لو انا عايز اعمل ان كيو يعني ادخل element جديد، فانا هعمل حاجه اسمها insert a tail، او دي تكون موجوده already في الايه في linked list. يبقى انا كل اللي هعمله بيقول لي ان كيو element قيمته x او اسمه x، فانا اللي هعمله ان انا ايه هشوف من جوه ازاي البيرنت بتاعتي او اللي هي السوبر كلاس بتاعتي اللي هي اسمها list كانت بتعرف تعمل الكلام ده، هقول له دي اللي هي معناها insert a tail زي ما كنا بنعمل كده. هيقول لي بيك هيد، يعني اعرف قيمه اول element بكام اللي هو عند الهيد، فانا هقول له حاجه زي ايه جيت الهيد بتاعك، اعرف الهيد بكام وبعدين جيت الداتا بتاعك. فغالبا دي هعملها من الايه تبقى ميثودز موجوده جوه اللينكد ليست بتاعتي او جوه الليست العاديه بتاعتي. بيك تيل برضو بنفس الكيو، خلينا بنفس الكلام، سوري خلينا نشوف دي كيو. دي كيو لازم اقول له ان السايز يكون اكبر من الصفر، وهقول له بيك هيد جاست، بس ان انا هقول له ايه لا لسه هقول له بيك هيد اعرف قيمه بكام مخزنها في اكس، وبعدين هقول له ريموف هيد. طبعا دي لو ريموف هيد كانت مجرد بس بتمسح، فانا مضطر احتفظ بالقيمه في الاول وبعدين امشي القيمه عن طريق ريموف ايه ريموف هيد. يبقى بالمنظر ده اقدر ان انا اعمل الكلاسز اللي موجوده، سوري اقدر اعمل الاوبريشنز اللي انا محتاجها في الكيو بدلاله الكلاسز القديمه اللي موجوده عندي اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها ليست. بس لازم اخد بالي ان الميثودز دي كلها تبقى موجوده في الليست، وابقى واخد بالي انها فيها تو بوينترز غير اللي احنا عملناها. اللي احنا عملناها كانت ايه؟ كانت سنجل لينكد ليست بس كان فيها بوينتر في الاول بس، ما كانش فيها بوينتر في الاخر اسمه ايه؟ اسمه مثلا ايه؟ تيل، كان فيها بوينتر في الاول اسمه شين، فانا محتاج يبقى فيها تو بوينترز، واحد اسمه هيد وواحد اسمه تيل. طبعا دي الحل اللي هو الاولاني، ولازم تاخد بالك على قد ما تقدر ان انت
الميثودز دول يبقوا كل البيج او بتاعتهم 1، يبقى انت كده نجحت في ان انت تعمل امبلمنتيشن بطريقه كويسه او باللينكد ليست بطريقه مظبوطه. طيب الالترناتيف الثاني ان انت هيبقى في عندك يعني داتا اسمها ليست او اليمنت اسمه ليست في الداتا جوه الايه، جوه الكلاس بتاعتك دي، كلاس اللي هي الكيو هيبقى فيها ليست اسمها كيو مثلا او وات ايفر الاسم بتاعها، بس هي عباره عن ممبر جوه الايه، جوه الداتا بتاعتك. فانت طبعا كل ما تيجي حد يقول لك مثلا ايه ان كيو، فانت هتقول له كيو دوت انسرت تيل، حد يقول لك دي كيو فانت هتعمل مثلا ايه كيو دوت ريموف مثلا ايه هيد. بالمنظر دوت كل حاجه بتعملها عن طريق الايه، عن طريق الفاريبل اللي اسمه كيو اللي هو من نوع كلاس ليست. اوكي دي طريقه ودي طريقه تانية اللي هي بتاعه الانهيرتنس. فانت يعني البديلين دول ممكن تشوفوا مين فيهم افضل او مين فيهم اسهل في التعامل. غالبا يعني هنا نوع التعامل او نوع ان انت تحط انفك ازاي جوه الكلاس الثانيه ممكن شويه ما يبقاش كتير. اوكي يعني مش لازم تبقى عارف معلومات زياده قوي عن الايه، عن الكلاس اللي اسمها اسمها طبعا ايه ليست. طبعا الحل ده ينفع اكتر لو انت عندك مثلا كيو 1 وكيو 2 وكيو 3، عندك مثلا مالتي كيو غالبا مش الانهيرتنس لوحده مش هينفع، انما الحل ده ممكن ايه، ممكن يبقى افضل يعني. فانت طبعا ممكن تشوفوا الحلين دول، ده ينفع وده ينفع، ممكن تقارنوا بيهم تشوفوا انهي حل ممكن يبقى افضل يعني من الايه، من الاخرين يعني. طيب الحل الثالث طبعا ده شويه مش ظريف، ان انت هتأديت كل حاجه مثلا، بدل ما في عندك البرايفت داتا كان عندك مثلا استرسك مثلا تشين، انت هنا هيبقى عندك استرسك هيد واسترسك تيل، وهتبدا تسمي اسماء الميثودز اللي كنت بتكتبها قبل كده تسميها بقى ايه ان كيو ودي كيو، وتريموف الحاجات اللي انت مش عايزها مثلا لانها مش هحتاجها وهكذا. فغالبا ده اسلوب ايه، اسلوب تاني ممكن تعمله. الاسلوب ده اكتر مشكله فيه ان انت لو طلع عندك مشكله في الكلاس الاولانيه وانت عملت اديت عليها، بعد كده الدنيا هتبقى مشكله او الدنيا هيبقى في عندك بيج ايه، بيج بروبلمز يعني، لان انت هيبقى محتاج تمنتين ده والتمنتين ده، تاخد بالك من الكود ده وتاخد بالك من الكود اللي انت عملته منه. فغالبا يعني ده مش ايه، مش اسلوب بيرفكت قوي او مش اسلوب ظريف قوي. فغالبا واحد واثنين احسن بكتير من ايه، من ثلاثة. طيب تعالوا بقى نبص مع بعض كده على ايه، على سم ابلكيشن، على مثلا ان انا استفاد مثلا بالايه، بفكره الكيو ازاي او اعمل بيها ايه، وخصوصا مثلا لو انا عايز اتكلم مثلا على برينتر سيرفر مثلا. برينتر سيرفر ممكن السيرفر يبقى فاضي، جات له جوب بيعملها، جات له كمان جوب يحطها في الكيو لحد ما يخلص الجوب اللي في ايده. فلو انا عايز اعمل مثلا حاجه بالمنظر دوت او سيميليشن بالشكل ده، فغالبا يعني من اكتر الحاجات اللي انا ممكن استخدمها فكره اللي هي بيسموها ستيت دايجرام او ستيت ترانزيشن دايجرام. ودي طبعا ممكن تكونوا خدتوا فكره عنها في السوفت وير انجينيرنج، ان انا بعمل سيستم برياكت مش كل مره زي المره الثانيه، لا حسب الستيت اللي هو فيها. فهنا مثلا هفكر ان انا عندي اتنين ستيت، يا اما بيزي يا اما ايديال، وفي ايفنتس بتجيلي لما تبقى في جوب عايزه يحصل لها تطبع، او يبقى في جوب البرينتر خلصتها يبقى جوب فينيشد. اوكي فدي ودي هيعملوا ايه في السيستم بتاعي. في بقى اكشنز هتحصل عندي، مثلا ان انا ادخل جوب في الكيو، اسحب جوب من الكيو واحطها للبرينتر، ابعت طبعا جوب للسيرفر مثلا حد عايز جديد الطبع، ابديت ستاتستكس مثلا ان انا عايز مثلا اقول له في كام حاجه اتطبعت في الوقت ده وحاجات زي كده يعني. فدي ممكن تبقى كلها اكشنز تحصل في السيستم بتاعي. فالموديل بتاعنا اللي هو بتاع الستيت ترانزيشن دايجرام عباره عن ستيتس اللي هي لونها ازرق،
واحدة منهم بيسموها initial state، غالبا ببدأ وهي دي الـ state اللي عندي، وبعدين هيبقى في عندي زي ايه، زي transitions او زي event بتنقلني من حاجة لحاجة تانية. الخطوط الحمراء دي كل خط بيبقى عليه شوية حاجات، منهم كلام مكتوب بالاسود اللي هو بيسموه الايفنت اللي حصل، اللي هي كانت الايفنتس دي، وبين قوسين غالبا بيبقى كونديشن علشان اسمح بان الايفنت دوت يعني استقبله ولا مش وقته او مش مهم دلوقتي. بعدين في حاجه اللي هي اسمها اكشن، اللي هي سلاش وام كاتب الاكشن ايه، الاكشن بتاعي. فتعالوا كده مع بعض نحاول نفهم السيستم ده. هنا عندنا انا بوصف السيرفر بتاع البرينتنج او البرينتنج سيرفر ان هو يا اما بيزي، يا اما قاعد ما بيعملش حاجه، يا اما مشغول بيطبع. طيب انيشيالي هو ايديال. طيب في ايفنت ممكن يحصل في الاول، جوب ارايفز. لما تيجي جوب ارايفز هو هيروح يبقى بيزي ويبقى بيطبع الايه، بيطبع الجوب دي من غير مثلا ما احتاج كيو، لان انا الكيو بتاعي فاضي، فبالتالي هتروح مره واحده على الايه، على السيرفز على طول. طيب خلينا نقول a new job arrives مثلا تاني وانا في بيزي، يبقى غالبا انت هتعمل ايه، هتعمل in queue الجوب دي جوه الكيو، يعني كانك هتدخلها جوه الكيو وتاخد دورها او تستنى ما تخلص. طيب انت وانت بيزي current job finished، يعني خلصت الجوب اللي في ايدك، فانت غالبا عندك حاله من اتنين، يا اما الكيو فاضي يا اما الكيو فيه values. فالكيو لو فاضي انت اللي هتعمله ايه، اللي انت هتعمله طبعا ان انت هترجع تاني، يبقى مفيش حاجه تتبحر. طب الكيو مش فاضي، يبقى غالبا انت هتعمل دي كيو، هتاخد element من الكيو وتبدا تطبعه بقى، لان ده الايه الفايل اللي هتطبع اللي وراه، وتفضل برضو بيزي لحد ما يحصل لك مره تانيه current job ايه، current job finished. فالمنظر ده ممكن الناس كتير قوي تستخدمه في البرمجه، تستخدمه في انها تفكر في البرنامج شكله يبقى عامل ازاي قبل ما اكتبه ككود، اللي هو كاننا بنعمل بي ديزاين. يعني في السوفت وير انجينيرنج اكتر كونسبت مهم ان الواحد يعمل موديل ويشتغل من الموديل ده البرنامج، البرنامج يتبنى مش فروم سكراتش، مبني على المودلز اللي موجوده فيه. فطبعا الموديل دوت يعني غالبا في حته بتاعت كيو، وامتى نملى الكيو، امتى نفضي الكيو، دي امتى نسال الكيو فاضي ولا مش فاضي، دي من الحاجات اللي هي ايه تعتبر يعني استخدام جيد او سيميليشن جيد لاي ايه، لاي سيرفر، لاي سيرفر غالبا بياخد جوب وما لحقش يعملها كلها، يعني النو تايم كيو جوبز كتير. وطبعا دي تبقى مثال جيد للايه، للموضوع ده. طبعا احنا كده عملنا موديلنج، الموديل دوت ممكن يتحول لكود، يعني زي ما بيقولوا بوقت في وقت سهل او بطريقه سهله، عن طريق مثلا ان انا يعني لو هحول الكلام ده لكود ممكن طبعا نبص على اللي مرسوم هنا ده او اللي مكتوب هنا. غالبا في عندي حاجه اسمها هوايل، ان انا هخش في انفينايت لوب، في انفينايت لوب كل شويه تحصل حاجة أرجع مرة تانية بعد كده أشوف حاجة جديدة اللي هتحصل. فغالبا دي اللي هي الإيه، اللي هي الوايل ترو، اللي هي معناها إنها something that will be keep running 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 على طول. جوه بقى إيه اللي بيحصل؟ أول حاجة كأنك بتشوف في إيفنت جديد حصل ولا لأ، كأنك بتكابتشر هل في إيفنت حصل. فطبعا لو الإيفنت اللي حصل ده حسب نوعه بقى، أنت هنا سامح بنوعين بس من الإيفنتس، a job arrives A new job arrives. طبعا هم كلهم دي كأنها حاجة واحدة، يعني ده الايفنت ده والايفنت دوت زي بعض. Current job finished. اوكي يبقى هم two events. فطبعا هنا بتعمل switch، ومرة تبقى الكيس job arrives ومرة تانية ممكن تبقى الكيس job ايه، job finishes. وبعد كده طبعا تبدأ بقى ايه تشوف انت في any state من الستيتس دي، وتبدأ بقى تقول لو كان الايفنت ده حصل وانت في الايه، في الستيت دي، هعمل اكشن ده وهروح عند الترانزيشن ده. يعني مثلا هنا لو جوب ارايفز واحنا ايديال، فانا هروح للستيت بتاعتي هتبقى بيزي. اوكي لو
الستيت كانت بيزي وجوب ارايفز، يبقى انا حامله الايه هحطها جوه الكيو، هعمل كيو دوت ان كيو ايه جوب. فغالبا المنظر ده يعني بينفع جامد في الايه في ان احنا نعمل موديلنج او نعمل سيميليشن للسيستم بتاعنا اللي هو بيبقى فيه مثلا برينتر سيرفر. يعني ممكن طبعا اخد بالي ان الكود هنا ممكن يبقى بارل مع بعضيه، يعني ممكن تبقى فيه في بعض الاحيان جوب ارايفز وفي نفس الوقت مثلا كان فيه كارنت جوب فينيشز، يعني فيعني في بعض الاحيان في تو ايفنتس ممكن يحصلوا في نفس الوقت. غالبا لازم يبقى في عندي حاجه اسمها ايفنت كيو، الايفنتس بتاعتي احطها وبعدين ابدا اعمل لها بروسيسنج واحد ورا الثاني. الكلام ده هنا يعني مش واضح قوي، بس هنا في فانكشن اسمها جيت ايفنت، غالبا دي كانها بتاخدها من كيو للايفنتس. يعني يعني دي طبعا دي من الحاجات اللي احنا ممكن نبقى نفكر مثلا ايه لو بنعمل سيميليشن بنعمل موديلنج للسيستم بيشتغل، فيهمني ان انا ابقى فاهم ازاي امودل الحته اللي فيها كيو او الحتت اللي فيها كيو، لانها غالبا بيبقى في كود بارل اللي بيحصل فيها. يعني طيب تاني ممكن ازاي نبدا نكتب الكلام ده كفانكشنز يعني وك كايفنت بتحصل؟ فممكن يبقى في عندي طريقه اخرى اللي هي بيسموها ايفنت بيز كودينج او ايفنت هاندلر. ايفنت هاندلر يعني ايه؟ كود بيشتغل لما يحصل الايفنت ده، او كود بيشتغل لما يحصل الايه لما يحصل الايفنت ده. فمثلا هنا كاني بساله الايفنت دوت كذا، روح بقى شغل الكود ده كله على الفانكشن دي، او اند على الفانكشن دي لو كانت الجوب ايه لو كانت الجوب فينيش. فطبعا جوب فينيش سوري. فطبعا هنا غالبا بقى يسالك على الكيس ستيت اللي عندك، يعني هل هي الكيس دي ولا هل هي الكيس دي، بتبدا بقى تتصرف حسب الكود اللي احنا كاتبينه في الدايجرام بتاعنا. ممكن طبعا انا احط السيستم بطريقه مختلفه، او احط الموديل سوري الموديل بتاع السيت دايجرام احطه بطريقه مختلفه، خصوصا لو انا كنت هفكر في الايه سيرفر ايديال كيو امتي، ده كده كانها ستيت واحده، سيرفر بيزي اند كيو امتي، سيرفر بيزي اند كيو از نوت امتي. طبعا دي كده كانها الكومباينيشنز الممكنه اللي تحصل بين تو فاريبلز، سيرفر ايديال او بيزي، وفي نفس الوقت كيو امتي او نوت ايه او نوت امتي. هنا السيستم بتاعي كان موصفه بثلاثه ستيتس، اوكي هنا كان موصفه باثنين ستيت بس، بس هنا في شويه يعني ايه كومبليكيشن شويه، انما هنا الدنيا كانها مفروضه اكتر او سيمبل اكتر. يعني لو انت في جات لك والسيرفر بتاعك ايديال والكيو فاضي، فانت هتروح على ستيت كيو مش هيحصل فيه حاجه بس السيرفر بس هو اللي هيبقى بيزي. وانت في الستيت دي لو جالك جوب فينيش، فانت هيبقى خلصت اللي معاك وهترجع تاني تبقى سيرفر ايديال وكيو ايه از امتي. طيب لو انت في الستيت اللي في الوسط دي وجالك مثلا جوب ارايفز، فغالبا انت هتروح على ايه ستيت يكون السيرفر بيزي وكمان الكيو بدا يبقى فيه ايه بدا يبقى فيه values او بدا يبقى فيه elements to be added in it. يعني فطبعا يعني حاجه زي كده ممكن طبعا الناس تستخدمها في انها تعمل موديل لسيستم، تعرف السيرفر ده ممكن يحصل له بعض الاخطاء. لو انا اقدر مثلا اقول ان الايفنتس دي بتحصل مثلا كل قد ايه بريت معين، اقدر اعمل سيميليشن فعلا، وبالتالي اقدر احكم ان انا محتاج مثلا الكيو بتاعي السايز بتاعه ممكن يوصل لقد ايه ماكسيمم، مثلا سايز اللي ممكن يتخزن قد ايه فعلا، كام جوب من اول الجوب ما بتيجي لحد الجوب ما بتطلع من السيستم ممكن تاخد وقت قد ايه. فده يفيدني جامد في ان انا اقدر استيميت بعض الفاليوز قبل ما منفذ الكود، يعني كاني بعمل موديل للايه للسيستم بتاعي عشان اعرف اختار البارامترز بتاعته بطريقه صحيحه او بطريقه كويسه. دايما الكيو بيبقى فيه بارامتر مهم عليه اللي هو ايه السايز بتاعه، الماكسيمم سايز ممكن يبقى كام، وبيعتمد على انت متخيل السيرفيس بتاعتك بتخلص في وقت قد ايه والانبوت ريت قد ايه. فبالتالي تقدر تفضل دايما فاكر اللي احنا قلناه النهارده، اللي هو يعني من الحاجات المهمه قوي النهارده، اللي هي فكره ان انا بعمل موديل في كيو، وغالبا هيبقى الايه الكيو سايز اللي انا محتاجه الماكسيمم، يعني هيبقى السيرفيس تايم قد ايه اللي باخدها في وان اليمنت،
مضروبه في الريت طبعا بنفس اليونتس، بنفس اليونتس بتاعت التايم يعني، فتضربهم تضرب الريت في السيرفيس تايم اللي انت متوقعه او متخيله، يجيب لك كام حاجه هتتحوش عندك في السيستم او كام حاجه هتبقى موجوده وقت معين. فغالبا هيبقى الكيو بتاعك هو بالمنظر ايه، بالمنظر ده. طبعا لو هتزود الريت يبقى انت محتاج تزود الكيو، هتقلل الجوب سيرفيس تايم اللي بتاخدها جوب واحده يعني، فانت غالبا ممكن تبقى الكيو بتاعك صغير، هتزود الجوب سيرفيس تايم يبقى انت محتاج الكيو بتاعك يبقى كبير. فغالبا دول الحاجات اللي هي المهمه دي. اند يعني يعني باي ذا واي ذيس از كولد ليتل لو، في واحد او ليتل رول ليتل لو، في واحد اسمه ليتل، الراجل دوت هو اللي ايه اللي عمل فكره ان اي سيستم الريت لو سيستم بقى ستيبل يعني الريت والسيرفيس تايم اللي هي مثلا بنسميها الدبليو لما تضربهم في بعض بيجيب لك في كام اليمنت موجود عندك، او ساعتها بيسموها ويز ورك ان بروجرس، دبليو اي بي ورك ان بروجرس، يعني انت عندك كام جوب موجوده جوه مثلا الايه محطه البنزين، كام عربيه واقفه مستنيه او واقفه جوه محطه البنزين بتعمل خطوه من خطوات. اوكي لو ضربت الريت بتاع العربيات اللي بتيجي مثلا في اليوم لمحطه البنزين دي في كل عربيه وقت، تضربهم مع بعض في نفس اليونت يجيب لك العدد اللي انت متخيله قد ايه. وبرده لو في اي سيستم سوفت وير كومبايلر مثلا عمال ايه كومبايل سي فايلز اوكي بس بريت فظيع جدا يعني، او بتجيله فايلز كتير قوي، فعدد الفايلز اللي بتجيله مثلا 5 فايل مثلا بير ايه بير مينيت مثلا، يبقى ده الريت. هو بيحتاج قد ايه على بال ما يكومبايل الفايل مثلا؟ بيحتاج 30 ثانيه. يبقى البرنامج ده محتاج مثلا جوه عنده كيو قد ايه، او يبقى فيه مثلا باراليزم قد ايه، هيستحمل كام فايل في وقت معين، تضربهم في بعض بنفس اليونتس يبقى غالبا 5 على المينت، تبقى كام على الثانيه؟ اقسمها على 60، او 30 احولها للمينت فاقسم 30 على 60، طيب هتبقى كانها 5 في نص، كانها 2.5. يبقى انت متخيل ان البرنامج دوت في اي لحظه او في اي وقت معين في جوه 3 فايلز في مراحل مختلفه من مراحل الايه كومبايليشن. فانت يهمك مثلا ان انت لو في كيو جوه مثلا يبقى الكيو دوت الماكسيمم سايز مثلا بتاعه 3 او مثلا 4، بس ما يبقاش مثلا الكيو مثلا مقداره 2، لان كده غالبا انت مش هت ايه هتبقى في معلومات مش هتنفع تتخزن، او في فايلز هتقع في الوسط يعني. فدي من الحاجات اللي هي المهمه اللي الواحد ياخد باله منها. يعني مثلا هنا في لحظه ممكن تيجي جوب arrives in queue job والكيو فول، لو انت عملت له امبلمنتيشن مثلا بايه بالري عاديه، فغالبا هنا هيبقى في missing information او في معلومات هتفقد، مش هعرف اطبع الفايل ده دلوقتي، فغالبا يعني هتبقى في ايه هيبقى في مشكله يعني. فبس هو ده اللي كنا بنتكلم عليه النهارده. يعني يهمني بس نفتكر الفانكشنز الاساسيه، السيركوليشن اتكلمنا عليها كانت من الحاجات اللي هي المهمه، يعني ازاي بعمل كيو جوه اللينكد ليست، فين الهيد وفين التيل لو هي سنجل لينكد ليست، او لو هي دبل لينكد ليست ممكن بقى انت الرسمه دي ترسمها بطريقتين، تحط التيل في الاول او الهيد في الاخر، او العكس، او تخلي الهيد هو اللي في الايه في الاخر والتيل في الاول زي ما تحب. طبعا ده اللي كنا بن ايه نتكلم عليه النهارده يعني. فارجو النهارده اليوم يكون كويس، وان شاء الله المره اللي جايه هنتكلم بقى في التري. انا كنت ناوي اتكلم شويه في التري بس خليها بقى ان شاء الله يوم الاثنين نبدا بقى في التري من الاول. التري بقى غالبا هتلاقي نفسك ان احنا بدانا نخش في حاجات مهمه، لان فيها الجوريزمز كتير وفي الباينري سيرش تري، فدي حاجات طبعا اساسيه محتاجين ان احنا نتكلم عليها يعني بايه بعمق يعني. فان شاء الله يوم الاثنين في ميعادنا بقى هو 2:30 يبقى عندنا المحاضره ان شاء الله في الوقت ده. طبعا الميد ترم اعتقد ان هو كان ظريف ان شاء الله، وفي ممكن الباشمهندس فادي هيتكلم معاكم بقى في الحل وفي
شوية حاجات في الماركينج وكده، فالدنيا إن شاء الله تبقى سهلة يعني، والفاينل غالبا يعني هيبقى زي كده، بس غالبا انكلودينج الحاجات اللي هناخدها دلوقتي بقى، اللي هي الكيو والتري والجراف، علشان يبقى بس عندنا عمق جامد في البروجرامينج بعد كده إن شاء الله يعني. طيب أنا هوقف التسجيل، لو في حد فيكم عنده أسئلة يعني يا ريت يقولها لنا، ولو ما فيش يبقى إن شاء الله معادنا بقى يوم الإيه، يوم الاثنين القادم يعني. دكتور